النادي الاهلي بقياده سامي قمصان يفوز برباعيه مقابل هدف واحد على ايسترن كامباني ويستعيد ان شاء الله قريبا صداره الدوري مره اخرى. كابتن شريف الف مبروك. مبروك يا كابتن ايمن، فوز كبير ومستحق. لعيبه عندها روح النهارده، لعيبه بتلعب متحرره في الملعب، لعيبه عايزه تقول حاجات كتير قوي، اتقالت عن طريق الاهداف اللي جت، اتقالت عن طريق النتيجه. مبروك لكابتن سامي قمصان والجهاز كله. الروح اهم حاجه. صحيح. زي ما الكباتن اتكلموا، تعوضك عن اي حاجه. ولكن انت ما زلت بتبحث عن القماشه والكومبينيشن اللي هو يقدر اي مدرب لما يرجع لك بقيه اللعيبه طبعا، ازاي كل واحد في مركزه يبقى بيأدي اللي ليه واللي عليه. النهارده بهني مصطفى شوبير وبقول له بلاش ثقة زايدة اللي هي في الباص، انت هايل عامل ماتش كبير قوي. يعني بلاش الباصات الصغيرة ده مش محتاجها. فخليك في الحاجات اللي هي السيفتي بالنسبة لك. هتطلع مبروك عليك الماتشين ورا بعض. مبروك كوكا، هارد لك طبعا محمود متولي. انا قلت حاسس انا بيه من قبل وهو في الشوط انه بدنيا لسه ما اكتملش وعضلاته لسه ما اكتملتش. ف يعني كل ما هيتمرن اكتر وكل ما هيبقى موجود ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. يعني في لعيبه جات لها ثقه كتير قوي زي احمد عبد القادر النهارده وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، الثلاثه اللي هو ابتدى بيهم جابوا اهداف النهارده. يا ريت الحاجات دي تبقى تخليهم تفكيرهم ويتفرجوا على نفسهم كده ويشوفوا التحركات النهارده شكلها ايه. صحيح. بالتالي محمد شريف النهارده لازم، في محمد شريف هداف الدوري اللي كان السنه اللي فاتت والسنه دي جايب 5 جوال او 4 جوال، يعني لازم يكون شرس اكتر من كده على الجول. لا لازم يبقى مركز اكتر من كده. لازم يرجع لنفسه اكتر من كده. لازم يعتمد على ويقول لنفسه انا السنتر فيرود بتاع النادي الاهلي، انا اللي النادي الاهلي معتمد عليا ان انا اجيب جول، انا اللي رايح النهارده العب ماتش عشان اجيب جول. بس في لقطه عجبني فيها هو انا واحد. الجول بتاع حسام حسن اللي اتلغى، نزل له الملعب وحضنه وكانت لقطه جميله جدا 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 بالرغم من انه حسام اللعب مكان. انت بتكمل شكل الروح النهارده. الناس كلها بتبعت لنا واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض دلوقتي او في الهاف تايم، او الناس عاجبها روح الفريق كله النهارده. قال لك في حاجه مختلفه النهارده، بنتفرج على لعيبه متحرره كده، لعيبه يعني ما فيش ضغط عليها، الباص بيلعبوا سليم، تاني تايم كل حاجه، في سبرنتات، في ناس كبيره في السن بتدي اكتر فوق طاقتها، في محمد محمود نازل وقت صغير قوي عايز يعمل كل حاجه، عايز يبين ان هو موجود. الدنيا كلها الناس اللي بره كلها ونزلت الملعب كان عندهم فرح، كل واحد عايز يعمل اللي هو يعني اللي عنده وزياده. فدي اهم حاجه انك انت تعمل اللي عندك وزياده. شغله بقى الجهاز الفني اللي جاي في المباراه اللي جايه هنتكلم اكيد طبعا، واللعيبه لما ترجع الروح كلها بتكتمل مع بعض. انما كان اهم حاجه النهارده الثلاث نقاط. بس الروح دي لو ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه لعبت بيها حتى المؤجلات ومباراه الزمالك القادمه ان شاء الله تتمكن مره اخرى من استعاده صداره الدوري. هو اساسك الروح. صحيح. وبيجي بعد كده جول زي اللي جابه احمد عبد القادر النهارده، الفرديات. شكل من تصويبات من الخارج، لعيبه اكيد هيبقى في تدعيم لكذا حد في المراكز، اذا كان باك ليفت او نص ملعبك، ديانج، سوليا، حمد هو ديانج على فكره طلع النهارده لانه حس بكدمه كدمه في الركبه وبكره هيعمل الشحن. هنشوف يعني في دي برضو ده شكل وسط ملعبك لما يبقى ما فيش ضغط بقى على كوكا في ماتش زي الزمالك، وهيلعب ما يلعبش دي قصه مدرب. أيوه. انما في نفس الوقت انت بيرجع لك الشكل الاساسي بتاعك برضو واللعيبه اللي عندها خبره في ماتشات زي نادي الزمالك كده. صحيح. فمبروك النهارده الاهداف ومبروك الوجود من اللعيبه، وبتمنى الماتش الجاي يبقى الروح احسن ان شاء الله. والنتيجه برضو تعودنا زي المره اللي فاتت كده، ابتدينا بثلاثه في اول هاف تايم من السنه دي يعني. فقولين الماتش بتاع اللي جاي ده يفرق معاك كتير قوي طبعا، يعني يفرق خلاص طبعًا. بقى يبقى انت بتقول للدوري ان شاء الله، انا الدوري بتاعي ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، اعتقد فوز مستحق بنسبه كبيره جدا. اكيد طبعا الله يبارك فيك ايمن، فوز مستحق وطبيعي ومن غير حتى اي اضافات او اي حاجه. الفروقات بينك وبين شرقية الدخان كبيره جدا جدا جدا،
اللعيبه كلها النهارده عندها الحماس ان هي تلعب، عندها الرغبه ان هي تكسب، عارفين مدى اهميه المباريات دي. بس ده جول الاول يا كابتن. طبعا انا هتكلمت عليه بسرعه كده. استقبال حلو قوي من الاحلى من استقبال التمريره بتاعت رامي ربيعه، التايمنج تحفه طبعا، بعد حتى ما تعادت عشان الفار يا دوب لو حسين كان اتاخر او هو رام اتاخر يعني جزء من الثانيه اعتقد امور صعبه جدا. دي ضربه الجزاء الثانيه. لكن المباراه ككل لا، نتيجه كويسه، نتيجه مطمئنه، الناس كلها فاهم الرقصه دي ما علينا. دي بنالتي، وبعدين ده برضو التمريره بالخطا من مدافع. ما بقول لك بيرشتين كان قلنا ان عندهم مشاكل جامده جدا في خط الدفاع، واحمد تصرف فيها كويس قوي احمد عبد القادر. كان ده اجمل من كده بس مبدئيا بس. لكن هو الحقيقه طبعا هنا بقى المشكله بتاعتنا دايما اللي فيه دايما سرح. ده مش خطا اكتر منه سرحان في القلب. يعني مش خطا في التمركز نفسه ايمن اكتر من هو بتسرح لحظه مع الكوره. يعني انت دايما عينيك على الكوره بس مش عينيك على الاخطر من الكوره وهو المهاجم اللي موجود. صح. لكن هي طبعا وليد احنا هنحلل الاجوال دي بس احنا سريعا بنجيب اهداف. انتوا جايبين الاجوال بدري قوي على فكره، لسه شويه. لا لا احنا مش بنحللها، احنا جايبين بس الاهداف. لكن هو يعني حته استعاده الروح دي انا ما بحبش الكلمه دي. أي. لانك انت طبيعي عندك روح موجوده في كل اوقات تلعب في النادي الاهلي. ايوه روحك دي قبل اي حاجه. عشان انت كده دايما متفوق على كل الناس كلها. ممكن الفرق الثانيه نتكلم نقول لك عندهم روح، لا احنا ما فيش حاجه اسمها الروح دي، كلمه عندنا اساسيه. أي. لازم يبقى عندك روح عشان تبقى عندك تستحق تلبس التيشيرت على النادي الاهلي. فالنهارده لا، النهارده ما بحبش كلمه استعاده الروح دي. انا بقول الناس كلها بتلعب، الناس كلها عارفه اهميه المباراه النهارده. مباراه النهارده غير المباراه السابقه تماما يا ايمن. أي. اي حد النهارده كان هيلعب عارف اهميه المباراه النهارده، انها مباراه مهمه في الدوري. ثلاث نقاط يقربوك زي ما انت تفضلت قلت، هيقربوك كل ما تكسب مؤجلات تقرب على الدوري، تعمل ضغط على المنافس. دي مستك، هو ده الصح. لكن جميل انك تطمن على كل لعيبتك النهارده. صح. يعني كويس قوي ان طمنت على كل لعيبه النهارده الحمد لله، اضافه لعيبه المنتخب اللي اكيد طبعا هيبقى الشكل متغير كتير. الناس عندها خبرات، ناس طبعا لعيبه كل واحد عنده تقل في مكانه، خصوصا عندك نص الملعب الثلاثه هيبقوا موجودين ان شاء الله، اذا كان ديانج ولا السولية ولا حمدي فتحي، فدي اضافه كبيره جدا ليك. طبعا اكيد الشناوي موجود، ياسر، يعني ايمن اشرف. لا انت هتستعيد لعيبتك، لعيبه المنتخب، لعيبه الدوليه بتاعتك مع الناس اللي موجوده دي. اعتقد ان عندك فرصه كبيره قوي ان شاء الله، عندك وقت تقدر توصل للطريقه وتوصل للاشخاص او الافراد اللي تبدا بيهم مباراه الزمالك. انما مباراه مهمه جدا، ننسى مباراه النهارده. مباراه النهارده ايمن مش مقياس خالص. صحيح. بالمره. لكن كان مهم تكسبها. مظبوط. كان مهم تكسبها لحاجتين، معنويا لسامي. مظبوط. لقمصان، و عشان تبدا تعمل ضغط على فرق الدوري. مهم تكسب النهارده. صحيح. وبعد كمان حته المدير الفني مشي، وكان طبعا مشاكل كتير، او في بعض الناس حاولوا يعملوا من مشاكل موسيماني مشكله يصدروها لعيبه النادي الاهلي. لكن مش لعيبه النادي الاهلي او مش اداره النادي الاهلي اللي ممكن يصدرها مشكله زي دي خالص. التعامل معاها كان بمنتهى العقلانيه، منتهى الاحترافيه، بعد اللعيبه تماما عن موضوع موسيماني، وركزوا مع الملعب مع سامي النهارده، زياره كابتن محمود الخطيب، اللعيبه كلها تحس قبل المباراه ان هم مركزين في حاجه واحده، عايزين يكسبوا النهارده، لانهم عندهم جمهور كبير قوي وراهم بغض النظر عن مين المدير الفني. المدير الفني مشي، المدير الفني عامل مشاكل، انا ما بتعاملش مع المدير الفني، انا بتعامل مع تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي يبقى روحك تسبقك، يعني قبل ما تنزل الملعب تحط رجلك كده، انا روحي سابقاني، متعودين على كده من غير اي، مش محتاجين حماس، مش محتاجين حد يحفزنا. عمر لعيبه النادي الاهلي كانت محتاجه حوافز، يعني مثلا عمرنا ما سمعنا ان لو كسبتوا مباريات مثلا بكره مش عارف 10 خالص. لا لا، الموضوع تماما الحمد لله من ايامنا وقبلنا واللي قبلنا. أيوة. ممنوع الحوافز والحاجات دي. انت اساسا الحافز موجود انك لبست الفانيلا دي. طبعا. الحافز منتهي، حافز الروح دي انا ما اتكلمش فيها، انا اتكلم بس في تركيز لعيب، تفكير اللعيب نفسه، اداؤه عامل ازاي في الملعب. لكن الحاجتين دول حكيت دول عارف يا ايمن زي ما هو منتهيين تماما ما اتكلمش فيهم. لكن انت عايز النهارده مكسب لسامي، مكسب للعيبه نفسها، ثلاث نقاط مهمين جدا 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 في زي ما بقول لك انا الدوري العام. طبعا الف الف مبروك، ثلاث نقاط مهمين. الموضوع يغلق تماما النهارده، انك عندك مباراه مهمه جدا يوم الاحد، محتاجه تركيز من بدري، واحسن حاجه التركيز انك اللعيبه دي تبقى معسكره من بدري احسن، كلهم مع بعض احسن، مع سامي
يبدا يشوف هو بيفكر ازاي ويبدا يلعب ازاي ان شاء الله يوم الاحد. دي احسن حاجه انا من وجهه نظري ان يعمل يحصل معسكر بدري. اللعيبه دي طول ما هي مع بعض طول الوقت مع بعض دائما اعتقد مفيده جدا. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم جدا 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 قبل لقاء الزمالك. اه مفيش شك طبعا، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لسامي قمصان وشرف والجهاز يعني واللاعبين طبعا. مباراه مهمه مهما كان ترتيب اي فرقه من اللعيبه في الجدول، فهي مباراه مهمه جدا. كنا محتاجين الثلاث نقاط خاصه قبل مباراه الزمالك المهمه. لما بتروح معنويا وانت كسبان غير لما تروح وثقتك مهزوزه او متعادل او خسران. احداث كتيره مرت بالفرقه قبل اللقاء دوت، لكن روح النادي الاهلي اجتمعت في اللقاء. واضح جدا ما عايز اقول ايه، الاصرار من اللاعبين. وطبعا كابتن خطيب زي ما علاء قال زار الفرقه في تدريبهم الاخير، والاصرار ان ما فيش اي غضاضه. والموقف ده حصل لنا اكتر من مره مع اكتر من مدير فني اجنبي قبل كده، يعني يمكن كلنا مرنا او معظمنا اللي اشتغل في الاجهزه الفنيه مر بالظروف ديت. حصلت مع حسام البدري قبل كده مع مانويل جوزيه، حصلت مع يوسف مع جوزيه وحسام البدري، حصلت معايا مع مارتن يول، حصلت مع كابتن احمد ماهر الله يرحمه مع مدربين اجانب، مع الكابتن فتحي مبروك، مع علاء. يعني كلنا متعودين لما مدير فني لاي ظروف بيرحل المدرب العام بيكمل، سواء هيكمل على طول او مرحله لغايه لما بيجيبوا حد. ما عندناش مشكله يعني قضيه ان النادي الاهلي هيقف والعمليه تبقى فيها قلق والناس تبقى متوتره. عشان كده احنا كلنا قبل اللقاء كنا بنقول مع احترامنا الكامل لمستر موسيماني، الراجل ادى اللي عليه، ولكن رحيله من عدمه ما كانش هيفرق معانا كتير في ان المسيره تكمل يعني. فكانت رساله مهمه قوي المكسب النهارده. يعني انا بتكلم برضو في نقطه الروح والدوافع اللي حاصله النهارده، يعني مهمه للسببين دول. بص يا كابتن اهو انت لسه كنت بتتكلم على زياره الكابتن الخطيب واثرها كمان على الروح المعنويه للاعب. طبعا في مباراه اليوم. ما هو انا بقول لك طبعا، ما هو ده اللي بيحصل واللي حصل واللي احنا شفناه 100 مره او عشرات المرات قبل كده، لما كنا لعيبه او لما كنا مساعدين مدربين او لما كنا مدربين. يعني مرينا كلنا بالمراحل ديت. بتفرق الحاجات دي مع اللعيبه كابتن؟ طبعا طبعا. لما يجي يلاقي نجم كبير زي كابتن الخطيب ورئيس النادي بيروح، بتدي معنويات، بيحسسهم بمدى أهمية الفرقة، بمدى أهمية الموقف اللي هم فيه لازم يتحملوه، لازم يكونوا على قد المسؤولية. تدي ثقة للعيبة؟ طبعا. أنا بقول لك تدي روح، بتدي إصرار إن يعملوا حاجة. ولذلك أنا بقول لك النهاردة ممكن ما يبقاش في فنيات عالية قوي، هم الإجوان الأربعة حلوين طبعا، بس أنا بتكلم في مجمل اللقاء. ولكن اللي طاغي إن في كميات جري اكتر، في اصرار اكتر، في تصميم اكتر، يعني غير مباريات قبل كده السابقه في الفتره الاخيره تحديدا. تحس ان الروح نايمه، كانت غايبه شويه. يعني هاي. في نوم كده يعني، عارف. لكن النهارده تحس في نشاط، رغم ان في بعض اللعيبه مش في الحاله الكويسه بتاعتها، يعني مش الحاله الفنيه الجيده بتاعتها. بس الروح بتغطي، لكن الروح مساعده. اللي هو التصميم ان عايز اكسب الثلاث نقط واعمل حاجه جديده. فكل دي دوافع اثرت في اللقاء. فمبروك تاني للكابتن سامي وشرف والمجموعه اللي معاه وللجماهير النادي الاهلي والاداره وكل الناس، انه فوز مهم قبل لقاء الزمالك. صحيح. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل الف مبروك، فوز مطلوب ومهم، وفي نفس الوقت يعني مش عايز اقول عاده الروح، يعني ساعات الروح دي مش ما تتقالش، ولكن الروح النهارده كان باين. يعني روح لعيبه النادي الاهلي، اصرار وعزيمه زي ما قال الكابتن اسامه، والتركيز كان واضح يمكن من بعد الهدف الاولاني. ما فيش شك يا كابتن انه انت بتدرب 30 لعيب،
مش كله هيبقى راضيين عنك ومش كله هيبقى مبسوطين منك. خلي بالك، خلينا نتكلم بمصداقيه يعني. احيانا النهارده اللي لعبوا الناس اللي ما كانش بتلعب كتير، خلي بالك النهارده بيثبتوا ذاتهم من غير موسيماني. دي واحد. اتنين، كتير قوي ممكن نلعب عشان خاطر نادية طبعا، عشان خاطر نفسي، عشان خاطر المدرب. فانت بتتكلم النهارده اللعيبه لعبت بشقين مهمين جدا، لانه ده النادي الاهلي، ولان دي فرصتك، ولان الراجل اللي هيجي جديد ممكن يشوف شريط زي ده بتاع النهارده. يعني او مباراه النهارده، ودي مهمه قوي خلي بالك منها. يعني اللعيبه اثبتت وجودها النهارده. يعني على سبيل المثال عاوز اقول لك حاجه، ويمكن ده انا سعيد بيها قوي. انا كتير قوي لما كنت بشوف مصطفى شوبير اتظلم كتير قوي واتضغط كتير قوي عشان هو ابن احمد شوبير. دي حقيقه والله. يعني الولد اتحمل كتير قريب مني انا. انا عارفه وبحبه ولعيب كان عندي وشفته كويس واقتنعت بيه قوي، مقتنع بيه قوي. بس انا اقول لك الضغط اللي اتضغط الفتره اللي فاتت دي، الناس كلها ماسكه عشان ابن احمد شوبير. مش احمد شوبير بره، بس هو خامه جيده صراحه كابتن. يعني حارس مرمى صاعد واعد ان شاء الله. انا مع احترامي لل بص يا كابتن اهو، ده ملخص لقطات مصطفى شوبير. الكابتن هقول لك حاجه مهمه اللي انتم مش واخدين بالكم منها. انا بكلمك في ضغط عصبي على الولد قوي جدا. الولد ده شخصيه قويه. هو احنا مش واخدين بالنا ازاي؟ ولاعيب كويس. احنا عارفين يا عادل، انت بتقول لنا انتوا مش واخدين بالنا. لا احنا واخدين بالنا. انا ما بقولكش انت يا كابتن. لا يا كابتن، انا بتكلم الكابتن ايمن. لا مش واخدين بالنا دي. لا لا انا بكلمه. ماشي اتفضل. احنا واخدين بالنا. لا 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 انا بكلمه. المهم. لا بكلمه يا كابتن عادل. المره اللي فاتت انتوا طيبين قوي، والمره دي انتوا مش واخدين بالكم. لا واخدين بالنا. اتفضل يا كابتن عادل. كابتن عادل اتفضل. خليك يا ماشي. اتفضل يا كابتن عادل. طيب دي تسديده حلوه برده يعني. تسديده بس هو رايح معاها. يعني مصطفى رايح معاها. هو بامانه عامل ماتش كويس. صحيح. والماتش اللي فات عمل ماتش كويس. اكتر ما يعني لفت نظري في الموضوع انه عنده ثبات انفعالي. يعني صحيح. حتى لما بيخطا خطا ما بيبقاش متوتر بعديه، يعني بيعرف يستعيد يلم نفسه بسرعه. مزبوط. يعني مزبوط. يعني هو صد طبعا اكتر من واحده بين الثلاث خشبات حلو جدا، لكن مثلا في تمريره بس عملها خطا تلاقي بعديها بيعرف يتصرف. فخلي كابتن عادل يكمل. المهم انا لما شفت، انا بتكلم على ولد الضغط الجامد قوي. فسعدت بيه النهارده للنادي الاهلي. صحيح. انك انت عندك مشكله كبيره. وانا يمكن قلتها لك من مده، قلت لك يا كابتن ايمن مفيش عندنا مشكله حراس. في حمزه كمان علاء جون كويس. على فكره حمزه علاء الاحتياطي الثالث جون كويس ويقدر يشيل كمان بعد مصطفى. يعني عندك دلوقتي الشناوي، وعندك علي لطفي، وعندك مصطفى شوبير، وعندك علاء يعني حمزة علاء. انت ما عندكش مشكله في الحراس. ولكن الاداء اللي انت اديته في المباراتين اللي فاتوا، اول مباراه لو كان في تعثر وكره دخلت من الاجوان ديت كان ايه اللي حصل؟ كانت تبقى عندك مشكله كبيره. تمام. النهارده اكتر من كره لو كانت دخلت كان هيبقى عندك مشكله كبيره. فانت دلوقتي عندك اطمئنان ان عندك حارس كويس. حارس تاني. مظبوط. دي واحد. اتنين، دلوقتي عندك سامي قمصان قدر انه يعمل ويقف على رجله وعمل اداء كويس. صحيح. بغض النظر انا قلت لك قبل الماتش، قلت لك اني مش هيتغير الاستراتيجيه لان هو مشارك في الاستراتيجيه. صحيح. ودي كانت اللي عجبتني، وده اللي انا شفتها كويسه، ان هو مشارك في الاستراتيجيه سامي وهيشتغل بيها. مش معنى ان سامي مثلا، انا قلت لك الاول قلت لك لو حتى لو خسر ما هتكلموش، لما يكسب انت بتتكلم اضافه ليه نفسيه. واضافه ليك انت رايح تلعب مباراه مهمه. هقول لك حاجه تانية، المباراه بتاعت يوم الاحد مباراه من ضمن يا الزمالك وكل حاجه، بس مباراه من ضمن المباريات بثلاثة بونت. عمرك شفتها بتسعة بونت؟ لا. ولا بستة بونت؟ هي مباراة بثلاثة بونت، ولكن ليها أهمية عند الـ في الدوري، وليها أهمية جماهيرية، حاجات كتير قوي. مظبوط. وراجع لك اللعيبة الكبار.
وهتبقى جاهز وهتبقى متكامل. لكن دلوقتي بقى لما نفسية اللعيبة اللي موجودة دي عالية مع الناس اللي راجع عالية. وبعدين خلي بالك مش معنى انك انت النهاردة كسبت ولا المرة اللي فاتت كسبت ان منذ كندولم اللي يلعبوا ماتش الزمالك، لا في اساسي وفي احتياطي وفي حاجات كده كتير، ولكن الجميل انك تبقى كلنا جاهزين، المنظومة جاهزة. وبعدين انت خارج من موضوع موسيماني ومش موسيماني ومشي ولا قاعد هنا. انا قلت لك كابتن نادي الكبير اللي بيشتغل باستراتيجية، الاهلي مش نادي ممكن يتأثر بأي شيء لانه قوي، قوته في استراتيجيته، قوته في خطواته، هو راجل عمال يشتغل بخطوات خطوات خطوات شغال فيها، انت فاهمني؟ الخطوة لما بتيجي بيحصل موقف لا بنرجع وبنرد. يعني النهاردة اتهزيت كإدارة مثلا لما حصل لما موسيماني مشي ولا اتكلمت ولا لا عادي انت هتكمل عادي بالظبط وهتمشي 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 واقول لك الامور هتمشي وما بتقفش على حاجه. يعني هي ولا بتقف على لاعب ولا بتقف على مدرب ولا بتقف على اي حد في الدنيا. صحيح. لانه عظماء الكره انتوا اهو لعيبه كبار كلكم بطلتوا ما هتاثرش، مدربين جم ومشوا ما تاثرش النادي، بالعكس ده النادي هو اللي بيأثر في المدرب. صحيح. وبيأثر في اللعيبة وبيعمل كل دول. صحيح. دي مهمة. مظبوط. طيب تعال نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف كابتن سامي قمصان قال ايه بعد المباراة. الله يخليك، شكرا. الله يخليك، الله يبارك فيك، ان شاء الله بإذن الله. طبعا مش على هوا احنا، على هوا. طبعا في البدايه طبعا حابب طبعا اشكر مستر موسيماني على الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، وده دايما عادينا في النادي الاهلي اللي احنا نحترم كل المدربين اللي مروا في تاريخ النادي. راجل عمل بطولات مع النادي وهو استفاد على المستوى الفني وعلى مستوى اسم كبير زي النادي الاهلي اللي انت تبقى مدرب كبير فيه، فاعتقد كل الشكر ليه على الفتره اللي فاتت. وطبعا بتمنى له التوفيق، وانا على المستوى الشخصي برضو من الناس اللي انا لهم فضل على الواحد، استفدت منه طبعا فنيا واخلاقيا، فاتمنى له كل التوفيق. طبعا هو والستاف بتاعه موسي وكابيلو وكاي، فكل التوفيق لهم الفتره الجايه ان شاء الله، وكل التوفيق للنادي طبعا الفتره اللي جايه. حابب طبعا اشكر كمان اللعيبه على الجهد اللي عملوه، اداء الحمد لله على مستوى الروح. طبعا كان في شويه تسرع في البدايه خصوصا في الشوط الاولاني، أدت اللي احنا يبقى عندنا ميس باص كتير، لكن تصميمهم اللي هم يحاولوا بيلعبوا بروح، بيلعبوا بحماس، بيلعبوا عاوزين، عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتشيلسي النادي الاهلي، فطبعا بشكرهم عليهم. الحاجه الثانيه طبعا المكاسب الحمد لله من المباراه كتير جدا بالنسبه لنا، سواء على مستوى النتيجه او على مستوى عوده اللعيبه لحالتها يعني الفنيه، او رجوع اللعيبه بقى لهم فتره كتيره كانت مصابه زي بدر ومحمد محمود ووليد، برضو بقاله فتره كبيره كان غايب، فطبعا كل الشكر ليهم. لكن عندنا تحدي جديد كل 3 ايام او 4 ايام، اتمنى ان شاء الله ان احنا نستعد اكتر واكتر، وخصوصا بعد رجوع اللعيبه الدوليه معانا تدينا قوه وتدينا ثقه وتدينا مسؤوليه اكبر، اللي احنا ان شاء الله نحقق طموح جمهورنا، وان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونرجع الدوري، لان انا عارف ان الدوري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا ولاعيبه مقدره كده. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نمشي على نفس النهج دوت، وربنا يكرمنا ان شاء الله المباريات القادمه كلها. كابتن سامي طبعا الف مبروك على تحقيق فوز النهارده، وان شاء الله المسيره تستمر معاك والاهلي يكون في افضل الحال. سؤالي كان متعلق، النهارده شفنا الاهلي حاله مختلفه في الملعب، في روح، في كره هجوميه، بدليل ان الاهلي النهارده سجل 4 اهداف ما حصلتش من مباراه كتير قبل كده. فايه اللي اتغير في الاهلي في الماتشين اللي هو النهارده عن الماتشات اللي قبل كده؟ وهل الكابتن موسيماني مجهز مفاجاه للماتش الحد ان شاء الله ممكن نشوفها؟ موسيماني موسيماني مش معلش كابتن سامي مجهز مفاجاه في ماتش الحد ان شاء الله لا خلينا نقول خلينا نتفق الاول طبعا ان اسم النادي الاهلي اسم كبير، يعني مجرد ان النادي الاهلي يكسب مكسب كويس واداء كويس، فاعتقد ان دي حاجه طبيعيه، يعني مفيش اختلاف كبير بالاداء. احنا بنحاول، كل مدرب بيبقى عنده تفكير وعنده رؤيه معينه
وزي ما قلت الراجل حقق بطولات كتيره وعمل مباريات كتيره برده خصوصا في مباراه الدوري برده. فانا بفكر بتفكيري انا دلوقتي وتفكير الجهاز اللي معايا، بنحضر لعيبه كويس، بنفكر في كل اللعيبه اللي بالنسبه لنا المتاحين بالنسبه لنا، بنحاول نرجع لعيبه لمستواها، بنحاول نرجع لعيبه كانت بعيده عشان الاصابات زي متولي وبدر بنون بقاله فتره كبيره جدا، محمد محمود طبعا. فده التفكير اللي احنا بنتبعه يعني. لكن في الاول والاخر النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي دايما بيلعب كوره كويسه، النادي الاهلي دايما هو البطل. فاعتقد ان مفيش حاجه جديده يعني، مفيش حد بيقدر يغير حاجه في 3 4 ايام او 5 ايام. احنا بنحاول ماشي، مفيش مشكله، دي حاجه طبعا من الحاجات الايجابيه وانا اتكلمت عليها قبل كده، اللي احنا بنحاول ان احنا ان اللعيبه تاخد الثقه، ان اللعيبه ترجع تاني تلعب كوره حلوه زي ما كانوا بيلعبها، مش 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 من زمان، لا لحد من ايام مستر موسيماني كنا بنلعب برده كوره كويسه في مباريات كتيره جدا. احنا في الدوري كسبين الزمالك 5 وكسبين الاسماعيلي وكسبين سموحه وفاركو مكاسب كبيره. فالنهارده الحمد لله تاكيد ان اللعيبه هي 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 اللي موجوده، هي اللي عندها لازم تديها دوافع عشان تلعب وعشان تديها مسؤوليه، اللي هي بتلعب بتشيرت كبير جدا وجماهير كبير جدا مستنيه اداء ومستنيه نتيجه كويسه ومستنيه بطولات، فلان جمهور النادي الاهلي مختلف يعني. فاعتقد ان اللعيبه النهارده الحمد لله بدايه لتكمله مشوار ان شاء الله اللي احنا نكمله ان شاء الله، سواء انا كنت موجود سواء اي حد موجود، لان مجرد ان انت تبقى مدير فني لمباراه واحده في النادي الاهلي اعتقد شرف كبير جدا. النادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لاي مدرب واي لعيب واي مسؤول، لان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا يعني. الاهلي النهارده كسب 4 فعلا مباراه التهديف الاهلي، لكن النهارده الماتش 4 على التوالي اللي مهاجمين الاهلي بيغيبوا فيها عن التسجيل، ماتش انبي في الدوري 2-1، ماتش الوداد، ماتش النصر والصالون النهارده. هل محمد شريف، حسام حسن، صلاح محسن، بس تاو بعد ما يرجع، هل اللعيبه دي كلها جايبه عن التسجيل لفتره يقلق حضرتك، خصوصا الماتش الجاي ماتش القمه، حضرتك عارف باستثناء ماتش الخمسه الاخير ماتشات القمه الفرص فيها بتبقى قليله، تحتاج ان اللعيب بتاعك يسجل من نص فرصه، فهل غياب المهاجمين على التسجيل مشكله قبل الماتش ده؟ تاني حاجه محتاجين نتطبق حضرتك على موقف المصابين حمدي فتحي وعبد المنعم وباسل تاو اللي في كلام انه اتخبط مع جمال افريقيا و يعني. خلينا ارد عليك في السؤال الاول طبعا اللي هي موقف المهاجمين يعني. مهم جدا ان انت حس التهديف ده مهم جدا ان انت يكتسبه من الماتشات، اوقات كتيره بيبقى عندك توفيق، انما ان انت بتوصل وممكن بتهدر فرص مفيش مشكله، لازم انت كمدرب تقف جنبه خصوصا في الاوقات دي. النهارده شريف عمل جهد بدني كويس جدا، حاول يساعد الفرقه، تحركات كويسه جدا، ادى فرصه للناس تاني لا تسجل، وده مهم جدا، مهمه الفرويد مهم جدا اللي هو يسجل، بس مهم برده اللي هو يخلق مساحات للعيبه اللي جايه من تحت، مهم جدا اللي هو يعمل فرص للعيبه برده اللي بتكمل. فدي حاجه، دي حاجه طبيعيه بتحصل لكل مهاجمين العالم، لكن الاهم اللي انت تدي له الثقه. النهارده حسام حسن بقى له فتره كبيره غايب، كان النهارده ممكن الجون اللي ما اتحسبش النهارده يدي له ثقه اكبر، لكن طول ما اللعيب بيحاول لازم انت تقف جنبه، وده الاهم بالنسبه لنا في النادي، اللي انت لعيب بيحاول يقاتل التوفيق ده هيجي. ممكن النهارده ربنا ما يديكش في الماتش ده يدي لك في ماتش اصعب تاخد ثقه تاني. ما ننساش ان شريف ده السنه اللي فاتت برده من هدافين الفرقه، حسام حسن كان من الناس الهدافين ومميزين جدا في سموحه في منتخب مصر، بيرسي تاو طبعا لعيب سجل اهداف في ماتشات مؤثره وعمل في اسيستات كتيره جدا خصوصا في ماتش وفاق الصيف في الماتشين، صلاح محسن النهارده برده بيعمل اسيست كويس جدا لوليد، والماتش اللي فات برده نفس القصه عمل فرصه كويسه لحسام حسن. فطالما بيحاول ان شاء الله التوفيق ده هيجي باذن الله. بالنسبه لموقف المصابين طبعا، يمكن امبارح برده كان ديانج برده كان عنده اصابه خفيفه، يمكن النهارده ما قدرناش يبقى معانا في المباراه عشان كده يعني. محمد عبد المنعم ان شاء الله ممكن في خلال 3 ايام ان شاء الله او 4 ايام يكون معانا. حمدي فتحي ان شاء الله برده بكره ان شاء الله يكون معانا في التمرين ان شاء الله. بيرسي انا مش عارف، انت قلت انا يعني ما تابعتش الماتش طبعا، لكن هو صف اخر الماتش وفي تقارير في جنوب افريقيا ان هو تعرض لاصابه، وده كان سبب تاخير. اكيد طبعا هيبقى في تواصل مع طبعا كابتن سيد والجهاز الطبي يعني، وان شاء الله ان شاء الله تكون بسيطه ان شاء الله يقدر يبقى معنا بكره، وهيجي بكره ان شاء الله.
متولي عنده شد طبعا، متولي طبعا بشكره طبعا على الجهد دوت، بقى له فتره كبيره جدا ما لعبش، يمكن الظروف يعني انا كنت بفكر طبعا ان ديانج هو اللي يبدا المباراه، لكن لحد اخر لحظه ما كانش قدامي الا الحل دوت، يعني اللي متولي هو اللي يلعب. كنت يعني كنت عامل حسابات يعني اللي ديانج هو اللي يبقى موجود وبعد كده ادي فورد ادي دقائق لمتولي، لكن الحمد لله ان شاء الله يبقى بس ان شاء الله تبقى بسيطه يعني ان شاء الله. طبعا الف مبروك على الفوز والمنافسه دايما شفنا اللعيبه كلها متحمسه النهارده بعد الهدف من السلام على حضرتك، ودي حاجه مميزه. عايز اتكلم مع حضرتك على فرقه الاستريم كامبان، الفرقه الصعبه ماتشات دايما مع الفرقه الكبيره، شفنا ماتشات مع الزمالك كان صعب، الزمالك لسه واخد ماتشات قدامه. طبعا حضرتك تغيير الخطه النهارده من 4-2-2 2-2 الاهلي بقى فتره كبيره عليه، هل ده كان عشان يعني مواجهة فريق ديستري ولا ده نهج الكابتن سامي هيشتغل عليه او فكره هو الخاص اللي هيشتغل عليه مع الاهلي الفتره الجايه؟ لا خليني اقول لك ان طبعا انت مهم جدا انت بتحط طريقه اللعب وخطه اللعب على حسب المنافس اللي قدامك، يعني يمكن النهارده فكرنا في الطريقه ديت عشان المناسبه للمساحات خصوصا فرقه ايسترن بيلعبوا 3-5-3-2، فكان مهم جدا ان انا العب على هاف سبيس اللي في ظهر الاثنين ديفندرات، فكنت بفكر في كده يعني، لكن اعتقد يعني دي طريقه مناسبه للعيبه النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي، لكن ممكن الطريقه تتغير طبعا حسب المنافس اللي قدامك، لان طبعا لازم يكون عندك مرونه واللعيبه تكون عندها برضو كده اللي انت تستوعب اي طريقه لعب. يعني يمكن احنا في بدايه السنه لعبنا كذا طريقه لعب، اللعيبه الحمد لله كانوا مستوعباها بشكل كويس جدا، 3-4-3، وبعد كده لعبنا في ماتشات 4-3-3 و4-2-3-1، ولعبنا زي ما انت قلت 4-2-2-2 بشكل مختلف، لكن في الاول والاخر انت بتلعب 11 لعيب قصاد 11 لعيب، الادوار مختلفه، ممكن طرق اللعب تكون مختلفه، لكن الادوار هي هي. كابتن كنت عايز اسفر من حضرتك عن مسؤوليتين، الاول هل هنخش معسكر بدري شويه لمباراه القمه، يعني معسكر مغلق بدري شويه للقمه؟ وكنت برضه يعني نحب نعرف الكابتن الخطيب امبارح لما ظهر التمرين قال لحضرتك ايه يعني بتاع عملك ازاي؟ بالنسبه للمعسكر طبعا عندنا ان شاء الله يبقى عندنا معسكر من يوم الجمعه، لكن ده دايما احنا بنعمله يعني في الماتشات في الماتشات كلها يعني. طبعا بالنسبه للكابتن خطيب طبعا طبعا بشكره طبعا على الثقه ديت، وبشكر مجلس الاداره على الثقه الكبيره اللي ادوها الواحد، يعني نتمنى ان شاء الله اكون قدها واعمل الدور اللي مطلوب مني حتى لو يوم واحد. طبعا اتكلم مع اللعيبه ودعمهم كويس، والحمد لله اداني برده ثقه ان احنا عندنا ثقه فيك وفي امكانياتك وفي قدراتك، وطبعا دي مش حاجه جديده على كابتن خطيب ولا على النادي الاهلي ولا على مجلس اداره النادي الاهلي، لكن اللي انا اتمناه ان انا ان شاء الله اكون على قد الثقه الكبيره ديت، ثقه مجلس اداره وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فبتمنى طبعا ان انا اكون على قد الثقه ديت. وفي الاول والاخر طبعا حابب طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي انا شفته خلال اليومين اللي فاتوا ديت، وده برضو عهد جمهور النادي الاهلي اللي دايما بعد ربنا بيبقى الداعم لكل المنظومه كلها سواء لعيبه او مدربين او مجلس اداره. اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وان شاء الله نحقق لهم كل البطولات ان شاء الله اللي احنا فيها باذن الله. شكرا شكرا. ولكن يعني مشروع مدير فني كوف ان شاء الله الفتره القادمه. مبروك بنبارك له النهارده، واجمل شيء قاله شيء طبيعي فوز الاهلي. النهارده عندك حاجتين في المباراه، روح واداء وفوز. ايوه. ثلاث حاجات اي مدرب اول مباراه ليه بيتمنى ان يكون كل ده موجود، وتوفيق في نفس الوقت. عادل توفيق في نفس الوقت. ايوه. فكلنا بنتمنى لاي حد موجود في اي مجال كل منه في موقعه ان يكون ليه توفيق وان المسيره تمشي ويكون في فوز دايما ومواكب للاداء اللي الناس كانت بتدور عليه. انا هقول لك على حاجه، انا نفسي في ظل الفتره اللي فاتت انا ما كنتش اعرف التشكيل اللي هينزل بيه مستر موسيماني ايه. ايوه. كل ماتش احنا نقول تشكيل وهو ينزل بتشكيل. ايوه. هل ده اثر على نفسيه اللعيبه اللي هي ما كانتش عارفه انا هلعب ولا مش هلعب؟ انا يعني قلنا ايه النهارده في البتاع، نزل بالقوه بتاعته اللي هو لما سالنا بعض قلنا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر ومحمد شريف، اظن ما فيش طمع في اللعيبه الكبيره اللي عنده اللي عندها خبرات، وحط معاهم عنصر زي كوكا
واضاف عليهم متولي اللي عنده الباس السليم، وتمنينا كلنا المتولي ان يكون الحاله البدنيه تقدر تساعده النهارده لاداء الفكر الكوره اللي عنده، عنده كوره عاليه قوي. وزي ما احنا في ربيعه ونفس الاربعه اللي لعبوا الماتش اللي فات، هيخش علينا بعد كده حاجات تانية ممكن تلاقيها في التغييرات في الشكل، بتدي سامي النهارده بتديله ثقه بعد كده مباراه زي دي بتطلعه للمباراه اللي جايه. ايوه ثقه في التفكير، ثقه في ان هو في نفسه وفي اللعيبه اللي موجوده. والنهارده اتفرج كمان على حاجات كتير قوي حصلت في المباراه. أيوة. يعني ممكن يبقى في تاكتكس، في توجيهات، في حاجات احنا اللعيبه نوعيه اللعيبه دي بتعرف تعملها. انما ما بديش للاعيب زياده عن امكانياته. أيوة. انا ببقى بتفرج على لعيبتي والقماشه اللي عندي دي كلها اقدر اواكب عليها. انا هشتغل ازاي الماتش اللي جاي او اللي بعده. أيوة. المسيره كلها اللي انا هبقى موجود فيها لغايه لما نشوف. عايزك معلش يا كابتن شيف بعد اذنك، عايزك تجيب لي الكوره دي من اولها وتثبت لي الصوره على سامي على الخط، بس كده بس كده. بص يا كابتن شريف، معلش مع احترامي للجميع، بس حضراتكم اتكلمتوا على نقطه مهمه جدا 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 يا كابتن علاء الفتره اللي فاتت او الاستوديوهات اللي فاتت، قلتوا فيها ان اللاعب المصري مهما كان كويس محتاج حد بره يوجهه، وسامي واقف هنا في نفس وسامي موجود اهو. اللقطه دي كنا مفتقدينها مشات كتير، او بيشرح جوه ما بيشرحش الناحيه الثانيه. يعني بيشرح. يعني هو كل واحد ليه اسلوبه طبعا، عايش ولكن احنا كنا محتاجين حاجه زي كده. طبعا، وفي بتعمل شحن للعيبه كلها. يعني وبيدي ثقه. لا يعني الاسبرنت ده اللي بيحصل ده دلوقتي. ايوه كويس. في مدرب واقف جنبه وبيقول له روح اعمل، فبديك الثقه. وفي نفس الوقت انا كمدرب الثقه بتجيلي انا كمان. أيوة. ان اللعيب ده فعلا انا نظرتي كويسه فيه. أيوة. وهو عايز ياخد تاني. يعني في لعيبه بره الحكايه هو بيرجعها النهارده. يعني صلاح محسن النهارده انه يعمل سبرنت زي ده وياخد كره ويتصرف فيها ويعدي، اصعب حاجه في الدنيا انك تعدي من لعيب في الملعب، دي اصعب. ويعمل التشيب باس ده بالتركيز ده بالانضباط ده، فيطلع وليد سليمان نجم لما يعني كره تجيله سهله كده على دماغه، كل اللي فيه ان هو بيوجهها للجون وبيرجعها بخبرته. يعني ففي 300 علامه امتياز النهارده في تصرفات كتيره جوه الملعب، دي كلها مكسب لمدير فني اول مره قاعد النهارده بيشتغل لوحده، مسؤوليه عليه. ففي النهارده حاجات كتير قوي بنسميها ايجابيات. صحيح. يقدر يبني بعد كده عليها المباراه الجايه واللي بعدها، وبنقول له جود لك. و صحيح. واوعى تزعل يا عدول، انا بس بقول لك. لا 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 انا كنت بقول لك بس احنا واخدين بالنا. لا احنا بنتناقش، احنا بنتناقش عادي، والنقاش ما فيهوش اي مشكله. لا مفيهوش، هو حبيبي. بس هو اللي انا عايز اقوله ايه يا كابتن مصطفى شوبير السبب. لا 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 ده احنا قاعدين، احنا بندي ده من احد الايجابيات. لا لانه الامر ده مهم، انك انت الامر ده مهم انك انت يكون عندك عدد كبير من في جميع المراكز، ودي مهمه قوي. بص اللقطه دي يا كابتن عادل، حتى كوكا النهارده عجبني جدا. بص اللقطه دي، لقطه جميله يعني، ادينا المهمه معبره. يعني والفرحه من القلب. لا وممكن يبقى صناعه مدرب جديد لمصر. انا لازم يعني انا قلت للكابتن قلت للكابتن شريف، اهم بقى من الاشياء الناشئين عندك بيطلعوا كويسين. يعني كوكا ده من عندك من تحت، مصطفى من عندك من تحت، كل الناس دي من تحت عندك. ودي مهمه. عايزك تكلمني عن محلل الاداء ومخطط الاحمال، انت تعرفهم كويس قوي، عمر رشدي ومحمد النجار. كلمتني عنه. انا اعرف محمد النجار. كويس. محمد النجار اشتغل مع الكابتن اسامه. اشتغل مع الكابتن اسامه. اشتغل مع الكابتن اسامه كتير. تعرفه كويس طبعًا. يعني. طبعا. مدرب ممتاز وراجل محترم وكل حاجه، يعني مؤهل وراجل ممتاز وهايل يعني. صحيح. يعني هو ده احدى ثمار قطاع الناشئين. يا كابتن زمان اقام سنين محمد النجار كتير جدا. النجار بقاله معاك كابتن علاء. النجار من 2000 من قبل كده كمان. بقاله كتير قوي نجار موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وبعدين من الشخصيات زي ما بقول اسامه طيب جدا محترم جدا ويعمل لك شغله بس. ايوه وفي حاله دايما بيجتهد، دايما بيحاول يطور نفسه.
فقطاع الناشئين دايما لما يكون عندك قطاع ناشئين حتى في يعني الـ 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 الاحمال وكده قطاع الناشئين كادر زي ما بنتكلم على اللعيبه زي ما بنتكلم على مصطفى زي ما بنتكلم على لعيبه كتير قوي كانت موجوده في قطاع الناشئين وطلعت. هو ده قطاع الناشئين. قطاع الناشئين مش لعيبه بس. قطاع الناشئين لما بيحصل ظرف زي اللي احنا فيه ده تلاقي اللي جاهز تلاقي المؤهل تلاقي اللي هو ما عندوش مشكله هو يشتغل مع لعيبه كبيره. محمد النجار من الناس الكويسه جدا محترمه جدا. اخر اثنين دكاتره جم في النادي اللي هو خالد بهي الدكتور خالد بهي اللي في اهلي جده دلوقتي واحمد ابو عبله دول يعني كانوا معانا يعني في النادي صحيح. يمكن انا كان لي الحظ ان هم يجوا معايا وبعدين يطلعوا الفريق الاول صحيح على طول يعني الاثنين. فانت النجار حاجه في الاحمال كويس جدا. وخلي بالك كابتن كمان النادي الاهلي منظم جدا يعني دي الحاجه الكويسه اللي فيه ان هو تنظيمه لما احتجت حد بتحطه في مكانه على طول وما بيبقاش بعيد بيبقى قريب يعني قربه للمكان شغله مع المكان يعني ده في كمان طارق اسمه طارق اخو ابراهيم عبد العزيز طارق عبد العزيز ده طارق عبد العزيز ما هو حاجه كويسه قوي في التاهيل طبعا وشغال طارق وشغال كويس جدا من زمان وكان ابن الكابتن مصطفى عصمت كمان طارق برضه طارق عصمت كان شغال يعني انت عندك كوادر كبيره عندك كوادر كويسه جدا وعندك ناشئين وعندك كوادر كتير كمان يا كابتن لا وكمان في الفريق الاول انت عندك صحيح. مجموعه كبيره قوي في الفريق الاول ودي يمكن العدد قد ايه يا كابتن كتير شغالين يعني جهاز كبير انت بتتكلم لما الجهاز الفني الاجنبي بيجي كمان بيبقى فيه كوادر كتير مصريه بيدير الفرقه اكتر من 25 30 واحد يعني انت قربت من الرقم العالمي في الفرق في فرق برشلونه والريال والناس دي احيانا بيدير الفرق حوالي 35 فرد و30 فرد وليهم وظائف كتيره يا كابتن ايمن ودي صحيح. حاجه كويسه يعني عشان كده الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول لما احتاجهم الفرقه لقوهم على طول. وبعدين خبرات اللعيبه يعني النهارده وليد سليمان اللي عمله النهارده وليد سليمان كان ليدر كمان جوه الملعب طبعا وعلى الخط كمان وعلى الدكه احيانا يا كابتن اللعيبه بتنجح مدرب كمان صح يعني انا فاكر لو الكابتن علاء افتكر دي كابتن اسامه ولا كابتن علاء اللي كان مع كابتن حسام البدري في ليبيا كنت انت يا كابتن لما اتغلبنا في ليبيا 2-0 كسبنا 3 هنا اللعيبه اصرت اللعيبه كبار اصروا وانا دي انا سمعتها من اكتر من واحد اصروا انه لازم يكسبوا النادي لما لموا نفسهم وعملوا القعدات اللي بتتعمل في كل وقال لك لازم وكان لسه كابتن حسام البدري لسه ماسك لوحده فقال لازم ننجح الكابتن حسام والنادي كمان أيوة. وكسبنا هنا 3-0 وصلنا بتهيالي كان دور شباب وفضل شهاب اخر جون لما جاب الجون الجون الثالث يعني النادي الاهلي الحمد لله يعني في كوادر كتير قوي يعني يمكن انتوا قريبين اكتر مني بالنسبه لقطاع الناشئين ولكن شفنا قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت يعني مش عايز اقول في ايجابيات كتير جدا ولكن كمان مش على مستوى اللعيبه بس يعني انتوا اتكلمتوا على كوادر في الاجهزه شفنا النهارده مثلا وجود محلل اداء مخطط احمال اشتغل فتره كبيره جدا معاكم في قطاع الناشئين شفنا لعيبه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه شفناها من كاس الرابطه لو نفتكره حتى الدكتور احمد ابو عبله نفسه كان احدى ثمار قطاع الناشئين يعني قطاع الناشئين اعتقد ان الفتره اللي جايه هيكون ليه دور كبير جدا 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 مع الفريق الاول سواء لعيبه او اجهزه استثمار يا كابتن دي فلوس استثمار يعني الانديه في العالم بتعمل كده يا كابتن كره القدم بقت صناعه الصناعه تقدر تعملها في اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين بس الاكثر اللعيبه الصغيرين يعني الاكثر اللعيبه الصغيره انك انت تقدر تستثمر فيها وتستثمر فيهم كويس قوي وانت استثمرت يعني خلي بالك ناتج الاعارات انت كنت مطلع حوالي 18 اعاره بره من فرقه ال 97 وال 98 وال 99 مظبوط 18 لاعب اهم الاعارات اللي استفدت منها ايه بص الاسماء اللي اقولها لك عبد القادر محمد شريف اكرم توفيق اكرم برضو انا بقول لك منتخب ايوه يعني بقول لك ثلاثه لعيبه منتخب ايوه محمد عبد المنعم مظبوط
في احمد ياسر ريان، في عندك عمار حمدي. أيوة عمار حمدي، يعني عندك لعيبه كتير، وفي احمد شكري دلوقتي في سموحه، وعندك اشرف، وعندك زياد طارق راح الاسماعيلي ورجع سنه، وعندك 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 كتير. يعني انا لو عديت لك ال 18 منهم اربع خمس لعيبه انت بعتهم بيع نهائي، منهم محمد محمود وان احمد حمدي. فانت فعاوز اقول لك كابتن استثمرت كتير وجبت فلوس كتير قوي واشتغلت كتير قوي، وعندكش مشكله انت لو اعتمدت وفعلت موضوع الاستثمار في القطاع هتعمل حاجه كويسه. صحيح. طبعا زي ما الكباتن اتكلموا عن دور قطاع الناشئين واهميته في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي، تحس ان قطاع الناشئين عامل طفره. يعني الفتره اللي فاتت كنا في بعض الفترات بنقول لا قطاع الناشئين بعيد شويه، ولكن بقاله فتره قطاع الناشئين عامل طفره مع النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن خالد بيبو، والفتره اللي جايه باذن الله باذن الله هنشوف دور كبير جدا 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 لقطاع الناشئين مع الفريق الاول. كابتن شريف، شفت ازاي بقى النادي الاهلي النهارده من الناحيه الفنيه؟ ايه الاختلاف؟ انا من ساعه وهم بيسخنوا انا حاسس بروح في التسخين كده حلو. اللعيبه بتضحك، لعيبه بتسخن بجد، في اسلوب في التسخين كمان زاد عن شكل الجهاز الجديد. تعامل في الكوره عندهم استقبال لكل حاجه، مش حاسين برهبه الشكل الجديد. ما زالت غرفه الملابس هي دي غرفه النادي الاهلي، في الملعب، في التسخين، في اللعيبه مع بعض. اللعيب بتروح منه كوره في الشكل الفني، بتروح منه فرصه، ما فيش حد بيلومه، لا بيقول له معلش تاني. يعني حسين الشحات عندك كورتين ثلاثه قبل الجول ما يجيبه، اثنين عرضيات قويه جدا، وواحده وبعدين واحده جات له في الوش، لازم كان يلعبها لطاهر او يلعبها الناحيه الثانيه، شاطها واختار. ما حدش يعني ضغط عليه، وكناش لسه كسبنا يعني لغايه الكره لما جات له ووقفها كويس قوي، وثقه هايله كده، ومفيش ضغط نفسي، وبيلعبها تشيب سهله جدا جوه الجول. يعني لعيب حاسس بتحرر النهارده نفسي واداء وكل شيء، والكره مره واثنين وثلاث قيس على كده اللعيبه كلها. فمش عايز اقول لك النهارده في فنيات من اللعيبه عاليه جدا، ولكن تحركاتهم لبعض، تصميمهم على طلب الكوره في ماتشات ما كانش لعيبه تطلب الكوره خالص، لعيبه بتوصل لغايه ناحيه ويقول له اعمل الاوفر بقى. أيوة. يعني انا مستني، لا النهارده في ناس بتنزل لتحت وبتتحرك، وفي تمركز، في في واحد قاعد اسمه كوكا قاعد، ومحمود متولي عندهم مهام النهارده، عندهم تعليمات بينفذوها. أيوة. عشان الكوره الثانيه دايما تبقى بتاعتك. أيوة. وكانت النهارده في يعني 60 70% الكوره الثانيه كانت بتاعتك، وده اللي اداك الافضليه انك انت بتروح في زيارات كتير قوي على فرقه إيستر كومباني. كل حاجه النهارده الحقيقه كان شكلها كويس، او احنا بنتفرج كنا مطمنين مطمنين ان احنا هنكسب، يعني مطمنين ان النهارده هيبقى في اداء. أيوه. احسن من يعني اسامه قال لك قعدنا اربع تعادلات او وفي اثنين هزيمتين النهارده، لا النهارده الشكل حاجه ثانيه، مش قلقانين مش قلقانين وناقصين. ايوه ناقصين لعيبه كتيره جدا بالزبط. يعني انت بتلعب النهارده بدون الدوليين وبدون اصابات كتير وبدون النهاردة إيجابيات كتير جدا، امتيازات كتير جدا، والحمد لله الحمد لله. طيب هنروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. اهلا بيكم مرة تانية اعزائي المشاهدين، عايزين بقى كابتن علاء نحلل الاجوال. اتفضل. ماشي نبدا بالجول الاول لو موجود، كرة رامي ربيعة اهي. رامي ربيعة البداية كلها. عجبك الجول ده يا كابتن؟ قوي عجبني في حاجة، أيمن إن هو استغل أولا الوقفة الدفاع الخطأ للاعيبة إيستر كومباني، والتوقيت بتاع الباص، تحرك ممتاز لحسين. هي أصل هو الهدف كله أيمن إنك التوقيت هنا، يعني رامي بص مفيش ضغط من اللعيبة خالص، التوقيت مفيش ضغط من لعيبة إيستر كومباني خالص. رامي استلم ورفع عينه، مش على فكره رؤيته ممتازه طبعا. رامي دايما عنده الحته دي كويسه قوي. صحيح. اختراق او الاختراق اللي عمله حسين يحسب لحسين هنا اللي كان اتكلم عليه كابتن شريف دلوقتي، الهدوء بقى. مزبوط. بعد ما استلم الكوره على فكره الاستلام نفسه وفر عليه حاجات كتير قوي. صح. الاستلام هي الكوره مش سهله على فكره. صح. لكن هو الاستلام
هدى خالص حسين، قدر ياخد القرار بسرعه. بزبط. يعني بص هنا طبعا طيب وقفه غلط يعني. ايوه بص انت ممكن تطلع في الموقف ده ثانيه واحده، ده ثانيه واحده ثلاث اربع اخطاء. لا ثلاث اربع اخطاء ايه؟ ممكن ارجعها ثاني والنبي ورامي بصيها بس لو سمحت. 35 ذكروني والنبي ارجعها ثاني من فضلك. لا لا من اول رامي بيبصيها يعني. كمل لا كمل كمل لا كمل عادي كمل عادي كمل عادي. كمل كمل كمان. أيوة. كمان ماشي. كمان 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 بس هنا بس هنا بس هنا كويس كويس. او ممكن شويه بس ايمن مفيش ضغط مفيش ضغط. لا لا مفيش ضغط هنا طبعا من الاول. أيوة. كويس. ثلاثه من لاعبي استر كومبري واقفين مفيش حد ماسك حد. محمد شريف وسط اثنين لكن لو اتلعبت له هو هيروح بسرعته. على الجانب الاخر ده احمد عبد القادر لوحده. حسين اخترق الريال من القلب وطبعا ده الاصح. التمريره نكملها عادي بقى. دكروري التمريره طبعا مع رامي التوقيت بقول لك حلو قوي قوي هنا يعني. بص يا ايمن دي الهدف خلاص استلام نص الجول مظبوط يا كابتن. يعني الكوره دي لو بعدت شويه كان حارس المرمى قفل عليه لكن استلام خلاص الاستلام بهدوء. انت عندك كذا تفكير خلاص هنا اختار التفكير الاصح بالنسبه لك. وعملها بهدوء دايما. عملها بهدوء دايما. الحارس المرمى بيطلع على الارض فحتى يعمل الشيب صغيره كان الكابتن شيب بيتكلم عليها. هادي جدا هدف حلو قوي في تفاهم كويس قوي من رامي و حسين الشحات وده خلاص بقى فتح الماتش بعد كده يعني فجاه وما استغلوا خلينا لا لا خلي كرة برضو عند رامي. خلي كرة عند رامي يا ريت تخلي كرة عند رامي ماشي ورامي بيلعبها بس 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 اثبت كده. عايز اتكلم على نقطه اتمنى بس ان شاء الله ان محمد شريف يشوف الجول ده كويس يا كابتن. في الكرة دي حسين رايح بوشه للجول كويس فرامي شاف حسين رايح بوشه للجول ففضل انه يدي كره لرامي من الاحسن. برافو عليك طبعا على بص إن انت عايز بص ايوه وانت عايز وانا مش عايز اقولها قوي عشان انا اقول لك لا عادي على فكره ده لازم هو ياخد باله الحاجات دي يعني لازم يتعلم شريف محمد شريف لازم الخطوه دي ويلف يروح على الجول بالظبط كده هو ده الصح. لكن رامي سبق ايوه يعني حسين سبق فرامي شايف أيوه. الاخطر صح كده. لكن هي على فكره دي بتتعمل بامتياز وهو كان بيعملها على فكره الخطوتين اللي تحت دي واللفه يبقى هو راح بوش للجول هو اسرع يبقى يبقى هو اسرع او اقرب للجول. لكن حسين عملها اللي يبان هنا من حاجه يا ايمن ان انت برضه ما بتلعبش على الخطوط اللي انا كنت بتكلم فيه من بدايه التشكيل. بقول لك احنا مش يعني ممكن تلعب 4 2 2 2 ثاني أيوه. مش 4 2 3 1 لان لو الهجمه دي مين اللي كان في الشمال؟ احمد عبد القادر. حسين شحات كان تحس ان هو راس حربه تاني مع صحيح. محمد شريف جنب اليمين فاضي لكن هو مزبوط. تقريبا برضو عندهم حريه ان هم دايما الاختراق من العمق بس اختراق من العمق عمله حسين شحات صحيح. تمريره رامي هدف حلو قوي. كابتن اسامه الجول الثاني معانا ماشي نبدا كوره مع متولي شريف خد الطرف زي لسه كان علاء بيقول تغيير المراكز هنا واحمد عبد القادر دخل راس حربه لحسين الشحات يعني تمرير عدد من التمريرات الكره ما بتضيعش ده كريم فؤاد كريم فؤاد بس مساحه كبيره في مساحه انك تقدر تتحرك تاخد القرار كده بص كام واحد داخل جوه ال 18 ايوه لما الكره ابتدت تبقى في العمق صح في زياده عدديه كبيره هي طبعا مش مفروض الوقفه تبقى كده بالظبط يعني هي الوقفه برضو لازم حد يبقى لتحت شويه ما يبقوش غير الاربعه على مزبوط. خط واحد اللي هم الاربعه الحمر دول لكن هي اتصلحت تاني احمد عبد القادر اهو نزل استلم المهم الكره زي ما بنقول بنجيبها في جنب وبعدين بتتلعب في الجنب الفاضي أيه. اللي هو اتحرك فيه هناك محمود وحيد يعني. وحيد ويعني عدد نقلات يمكن اكتر من حوالي 10 نقلات لمتولي ومتولي لعبها كويس قوي الوحيد قرار انه اللي هي بقى المواقف اللي بنقول عليها تملي واحد ضد واحد ايوه يعني مش كل مره ان الراجل اللي بيلعب على الطرف سواء ظهير او جناح انه بيعمل الكره العرضيه بدري احيانا بتعملها بدري واحيانا لازم تاخد المواقف اللي هي تعدي واحد ضد واحد وهو خد ودخل جوه ال 18 طبعا المدافع ما لحقوش وما لعبش على الكوره وجاب رجله اليمين يعني ضربه جزاء سليمه 100% لما كابتن ناصر عباس كمان يجي هيحللها اكتر
اتلعبت لطاهر. لا بنالتي وطاهر شاط الكرة جامده. مش هيجيب صوره البنالتي وطاهر بيحطها. ممكن تجيب لنا كره طاهر. طيب ايا كان. لا خلاص ايا عشان بس ندي الراجل حقه برده لما بالظبط يعني. ايا كان طاهر حطها كويس على يمين الحارس يعني. ماشي دي كره الهدف الثالث. دي كابتن عادل دي الجول الثالث يعني. هاتوا برده من الاول. هاتوا من الاول يعني الوقفه من اول الكره اصلا. ايوه اتفضل وقف هنا كابتن. حاجه مهمه الانتشار الجيد. لعيبه الاهلي واقفه بانتشار كويس يعني. تبص تلاقي في رقابه قريبه قوي. في حاجه مهمه عايز اقولها كابتن في الجون ده وبالمناسبه دي، ان كانت من اكبر مشاكل محمد هاني كريم فؤاد انه لما كان ماشي كويس قعد. ايوه لو كان كمل كريم فؤاد كان هاني بقى افضل من كده كتير. دائما صراع اللعيبه على المركز ده لصالح التيم. أيوه. ولصالح الفرقه. أيوه. فكريم فؤاد كان ماشي بصوره صحيح. جيده. فخلينا في الجون. المهم الوقفه ماشي. كانت والترحيل. وهنا عبد القادر لما شاف الباص هو اخطا المدافع طبعا. طبعا هنا بقى في نقطه مهمه كده. تحرك محمد شريف. محمد شريف مظبوط. حاجه من الحاجتين مظبوط. لا يتحرك امامي علشان يخلي واحد ضد واحد. ايوه لا لا يعمل اوفر راب. بس بشرط ان عبد القادر يشوف عبد القادر بالظبط. المفروض عبد القادر يدخل بالظبط الناحيه دي هو يجي عكسه. عبد القادر ما عملش كده. ولكن الافضل انت مين اللي معاك كوره عبد القادر يعني لو لاعب تاني غير عبد القادر اعمل له دي علشان ما عندوش سرعه. لكن عبد القادر من افضل اللعيبه اللي بيروح. حتى ال 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 لما عدى التعديه بتاعت عبد القادر. أيوة. نثبت. لا نثبتها من الاول يعني. ارجع تاني ارجع. لان الكابتن عادل برده خلي بالك. الكابتن عادل اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. ادي واحد. ان انا لازم برده اقرا اللعيب زميلي طبعا. لازم وبناء عليه كان ممكن شريف يغير اتجاه الحركه بتاعته. يعني انا لو كان لعيب غير عبد القادر بالظبط مش شاطر في الواحد ضد واحد ومش كويس في الواحد ضد واحد. يبقى انت تعمل التخلل دي. هو انت عارف الافضل ايه يا عادل؟ الجري محمد شريف طولي. ستريت. ليه؟ مزبوط. كان هيبقى افضل لمحمد شريف نفسه وهيبقى اقرب للجول وافضل ل لعبد القادر. لعبد القادر عنده الاثنين زي ما عادل بيقول. عنده المهاره والجري. وهنا اسهل لمحمد شريف ان اصل احلى حاجه عن حاجه الفرويد انه وشه بس. لكن هو فكر فيها تفكير تاني. لكن هو عبد القادر خد القرار زي ما عادل كان بيشرح كده. هو عبد القادر بيلعب عشان دي. اتفضل يا عادل كمل. فالحته المهمه يعني اللي عجبتني بقى في عبد القادر الثقه في نفسه في الواحد ضد واحد. الحطابه بالراحه بس هو حاططها في مكان. افتكر عبد القادر الجون اللي فات برضه حطها بجنب رجله. أيوة. في اخر حته في الجون بقت ميزه وصفه عنده. يمكن دعدور عشان جاي جاري وطالع بسرعه. أيوة. كرة كانت ضعيفه لكن هو جاي بسرعه يعني دخلت في جون. ولكن أيوة. هو الهدف جماله في حاجه واحده من عبد القادر قرايته للكره في الاول. يعني لو هاتها من الاول رجعها كده. ذكروني لحظه بس لو رجعتها في البدايه. أيوة. ايوه هنا التوقع بالزبط. التوقع ليه؟ أيوة. هو هيباص لمين؟ انت كل ما كل فرقه النادي الاهلي نص ملعب النادي الاهلي مزبوط. كل واحد ماسك واحد مزبوط. فالباص للحته اللي فاضيه اللي ورا. هو عمل الفكر ده وراح جري واشتغل. هي الطلعه اللي قدام دي. ولكن في الاخر نقدر نقول جون بمهاره فرديه من عبد القادر. صحيح. ندخل على الجول الرابع. الرابع ولا الجول اللي فينا؟ او الجول اللي دخل فينا الاول. مش معانا الجول. انا كنا مع ان احنا كنا عايزين نتكلم فيه. ماشي ده الجول الرابع. اتفضل كابتن شريف. الجول الرابع كانت نقله من الملعب بكره طويله زي ما انت شفت كده. وفي التحامات وفي تصميم. احنا دخل فينا جون الثالث. كنا 3-1. اقف هنا بس. اقف هنا بس. انا بس عايز اتكلم في حاجه. انا عايز اقول لك الكره اما تلعب. طب قول. لا اتفضل. عايز اتكلم على وليد من البدايه. بص وليد من البدايه ماشي. هنا مفيش زياده عدديه. مفيش غير وليد بس اللي في ال 18. اتفضل. لسه ما راحش ال 18 كمان ده وليد. لا انا بتكلم بعد ما صلاح راح. لا في هيخش محمد محمود متهيألي معاه اهو. هتشوف بس هيروح متاخر. هتشوف اهو بقى هيكون عنده اختيارين. لسه كمل بقى دكروري يكمل. بص بقى عنده اثنين اهو ممكن يلعبها اللي بره. بس هو
حس بالتشيب اللي يقدر يعمله وهو معدي ان وليد الاسهل طبعا. او وليد يبقى الاقرب الاقرب للجول. وتحقيقه لعبت 10 على 10 من تحركات لسرعه من صلاح محمد لاستقبال من وليد كويس لتحركات من وليد لتنفيذ من وليد. فجول من اجمل الاجوال النهارده اللي دخلت. وتصميم اللعيبه بعد ما دخل فيهم هدف عايزين يرجعوا تاني بهدف يعمل بهجه اكتر. فكان الهدف ده بمثابه بهجتين انه تصعبه وليد والتنفيذ اللي حصل. مظبوط. انا عايز ارجع تاني برضه كابتن اسامه معلش عشان حسام حسن عايز برضه نقطه هنا. لا بس نرجع تاني بعد اذنك اتفضل يا كابتن اسامه. انا بس بكمل على الكلام اللي قاله شريف. انا عايز بص وليد بص خطف الاولى وبعدين رجع الثانيه بص مزبوط. يعني موه على المهاجم على المدافع انه يروح على الاولانيه وبعد كده لف من وراه في البعيد راس حربه كانه راس حربه فتح لنفسه مساحه اداله احساس انه هيروح على القائم الاولاني راح راجع من ورا بالظبط. دي ثقته بقى في صلاح محسن ان هو وربطه بقى مع صلاح يعني لو واحد غير صلاح محسن فراح الحته دي كان ممكن ما يروحش كده وليد. مظبوط. وليد عارف انه ممكن صلاح بيروح وبهدوء وبيشيلها بيعمل الشيب فبتروح على البعيده صح. لكن ممكن علي معلول كان ممكن يروح للارض عشان يحطها له على الارض يعملها على الارض. هي 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 برضو لازم تقرا ما لازم دي اهم نقطه طبعا صحيح. برضو الفرحه جميله على انت كنت بتقول حاجه على حسام حسن يا كابتن. انا في الكوره دي يعني الكوره اتلعب حسام كان مشترك في الكوره الاولانيه. خلينا هات لنا الكوره تاني معلش هات لنا الكوره تاني ايوه وهي بتتلعب بس ده الاشتراك ده اشتراك اشترك في الاثنين اشترك من الاثنين مع بعض هو اشترك في حسام حسن على فكرة. كويس بعد حسام ما لعبها حسام ماشي حسام كويس بقى. نكمل تاني برضو حسام دي القلشة حسام ايوه حسام برضو حسام اشترك. تاني فاهم يعني حسام حيا كرة مرتين بعديها بقى كان لازم حسام يجري سبرنت لازم يقوم بسرعة ويجري يخش يكمل ما انا عارف طبعا بس هو عمل مجهود جامد جدا في الاثنين اللي خلى خطوته اقل شوية شاف محمد محمود بس هو كان ليه دور كبير جدا طبعًا. جدا في الاشتراك في الكورتين دول طبعًا. في الهدف ده طبعا فانا يعني عايز ادي حسام حسن حق دي من الروح والايجابيات وكل واحد عايز يقول انا اللي عندي بديه بالظبط اذا كان في اشتراك اذا كان في تمريره اذا كان في سرعه اذا كان في عرضيه اذا كان في تنفيذ جون يحمل كل حاجه يعني كابتن علاء ده الجول بتاع اسر نرجعه تاني برضو معلش ما احنا لازم نستفيد من اخطائنا عشان ما تحصلش بعد كده ان شاء الله. البدايه كانت هنا هنا اول خطا الضغط على الخصم في الحته دي تلات لعيبه في مثلث يعني قريب قوي الخطوط بعيده اللي انا بقول دايما مشكله المشاكل استرحام مع الكوره وساب الخصم يعني تخيل انت ان هنا بص سرحان كله عينه على الكوره كله مركز كله فيه شويه هدوء بعد التالت انت برضو تركيزك قل شويه لكن هنا بص ايمن هنا رامي اتاخر بس هنا في وقفه غلط يا كابتن انا بقول لك اولا رامي راح متاخر أي. كويس ايوه محمود وحيد ما كانش لازم يبقى هنا لازم طول ما الفيرود هو وش الجول لازم انا اقفل الخط اللي بين الجول وبين الفيرود كويس أي. هاني عينه على رامي بس مش شايف اللي بيقطع من كريم فؤاد كريم فؤاد غلط لان كريم فؤاد لازم يبقى ورا الراجل ده لازم يعمل حساب ان هاني هيقابل لازم هي بص ايمن هم الاربعه مش يعني ايه مش كل مكان هو مكتوب اسم واحد أي. يعني بص هنا اتاخر بنون أي. كويس هنا هاني مش شايف ده شايف الراجل اللي شايف الراجل ده هو كريم مزبوط. عشان كده الكره وهي راح عند بدر بنون لازم كان كريم من بدري قوي يبقى لو في رسم هنا يبقى قدام الراجل ده لازم واحد بيقابل واحد مغطي لو واحد بيقابل لازم دايما يبقى انت عددك اعلى لكن صح. هنا طبعا انفراد بمصطفى شوبير ما فيش بص هنا أي. بص هنا غلط كريم لازم كان راح مع يعني كان جري مع الراجل هي كلها يعني عارف ايه فيها سنه اعتماد على بعض وقفه غلط ايوه كله مركز مع الكره بس لكن دايما الاخطاء دي على فكره انا مهم انا بص انا اربع اهداف حلوين قوي انا بقى اما اجي اتفرج انا كراجل فني او كمسؤول اتفرج على الهدف اللي جه فيا يعني اللقطه جت على سامي انا اتفرج على اللقطه دي ليه ايمن الاخطاء دي متكرره شويه عندنا انك دايما في سرحان ودايما مش مركز مع الراجل اللي من غير كوره هي المشكله كلها سيبك من اللي معاه كوره لان يعني مش معاه كوره ده مش هيبقى اخطر من معهوش كوره ده اخطر الوقت لازم اعالج الخطا ده اربعه كويسين قوي
في حاجات كتير اجابات كتير قوي اتكلمنا عليها كلنا، لكن انا عشان اوصل دايما اقول اوصل لمرحله الكمال او ابقى الاحسن لازم اعالج اخطائي. يعني هدف زي ده ممنوع يدخل فيها تاني، لان يعني لو انت مش غالب 3 4 ووقفه غلط زي كده تكلفك مباراه. عشان كده مثلا لو مش سامي يبقى كل كلامي او اللي هيبقى بيساعدني على ازاي في كويس قوي، ازاي دايما عيني على مش الكوره بس، ما اهتمش بالكوره لكن اهتم دايما بالراجل اللي هيبقى الراجل الخطر، الوقفه الدفاعيه تبقى لازم مركز كويس قوي فيها، الضغط بتاعك. عشان انا في بدايه اللقاء خالص لك دايما خد خطوطك لقدام. تخيل انت المنظر ده لو رامي واخد هاني والقدام ضاغطين على نص الملعب، مش كل ده هيحصل، هي بس دايما بتسيب مساحه. لكن الخطا وارد، بس انا اهم حاجه عندي على قد ما انا فرحان بالاربع اهداف لا لازم اركز مع الهدف اللي جه فيا، لان طبعا ده صعب جدا على مصطفى شوبير يتعامل معاها، لكن خطا لازم يتعالج اكيد طبعا. المشكله في هاني اخطا مرتين في الكوره، يعني خطأين مركبين، الوقفة وبعدين الوقفة وإنك أنت تقع في الآخر. إحنا دايما نقول أقف على رجلك لآخر الوقت، لأنك ممكن تلحقه، ممكن تدبدب وراء. يعني بعد إذنك يا كابتن عادل، بس مقاطعة يعني بص، أنا عاجبني جدا النهاردة وقوف سامي على الخط وتوجهات اللعيبة، أنا بالنسبة لي حاجة إيجابية طبعا صراحة. يعني طبعا يعني دي حاجة يا كابتن أسامة، دي طبيعي، لازم يعني لازم مهمة، لازم. وقلنا ان في مديرين فنيين هي مدارس واساليب، في مديرين فنيين بيحبوا يتملي وقاعدين على دكة البدلاء، في ناس ما بتتكلمش كلامها قليل جدا، وفي ناس زي ما شفنا كان مستر موسيماني كان معظم كلامه بيبقى مع الناس اللي بره مش مع الناس اللي جوه. انت نوعيه لعيبتك يا اسامه، لكن ما انا بقول لسه بقول انت نوعيه لعيبتك، انت نوعيه لعيبتك ايه؟ محتاج حد يقف على بس هو ده اللعيبه المصريين. اه والله نوعيه لعيبتك يا اسامه مهما كان واصل ومهما كان كبير وكل حاجه، انت دايما بتقف بتتكلم مظبوط، يا اما المدير الفني او المدرب العام، لازم حد مع خط مظبوط. اللعيبه المصريين اللعيبه المصريين يا ايمن عامه التزامهم الخططي بيسرحوا في اوقات كتيره جدا، زي الهدف يا اسامه، زي الجول اللي جه فينا، زي الجول بقول سرحان على فكره. فبعد اذنك فالمشكله في ايه؟ انك انت لما بتبقى واقف على الخط وبتنبه او بتبقى مثلا في لعبه قدامه انت بتحرك الخطوط اللي ورا وبتاع، هما بيبقوا محتاجين كده صح اكتر من اللعيبه الاوروبيين. يعني ومع ذلك برضو بنشوف مدربين اوروبيين واقفين على الخط على طول. وقلت لك على سيميوني مثلا في اتلتيكو مدريد مظبوط، ما بيهمتش ثانيه. جارديولا بيقف كتير جدا. كلوب نفسه كلوب انشيلوتي ما بيقعدش خالص صحيح. وفي ناس كمان بتتكلم يعني اولهم زي ما قلنا سيميوني وجارديولا برده كان بيتكلم في اوقات كتير، رغم ان هم لعيبه عالميين وامكانيات يعني تدريبيه عاليه جدا من الصغر في حاجات كتيره، في الوقفات وفي الرقابه وفي التغطيه وفي الضغط يعني، ومع ذلك برده بيبقى واقف وبيوجه. فاللعيبه المصريين محتاجين الناس اللي بتقف على الخطوط اكتر، وان ما بقاش يعني من الناس اللي هي ما بتتكلمش خالص او قاعد دايما على دكه البدلاء. فدي نقطه مهمه وايجابيه يعني، بس هو مش اي وقفه على الخط، لا مش اي وقفه طبعا، لان في ناس بيضغطوا اللعيبه اكتر بيبقى ضررهم اكتر من نفعهم. يعني انا سامي انا اعرف كويس، يعني سامي شفته كتير وهو شخصيه كمان حلوه سامي طبعا، وهادي ومؤدب انت فاهم، فممكن يكون توجيهه بيبقى شكله كويس هو ده سامي. لكن في مدربين تانيين وفي الدوري واحنا عارفينهم لما بيقوموا من على الخط المفروض بيضغطوا لعيبتهم اكتر. بس انا كنت عايز ارجع للجون ده كده. بص انا عايز اكلمك على الجول اللي اتلغى. بص الجول اللي اتلغى اشتراك اللي هو بتاع بس رامي بس برضو اصرار حسام حسن بتاع الاشتراك بتاع رامي. بس بص بقى اللقطه اللي انا قلت لك عليها بتاعت محمد شريف لما جري على حسام حسن، يعني في لقطه لما جري حقيقي يعني. ايوه بالظبط روح حد اهي بص اهي دي اللقطه اللي انا بتكلم عليها. بس انا دايما بقول للفيرويد والناس اللي بتطلع مع الاجوان ما توقفلوش الكوره تخليها تنتهي بسرعه، دي فاول يعني
ما تشتركش مع الجون، سيبه احتمال يخطأ، يخطأ. ما تخبط في ايده وتدخل جون، تنزل تجيبها جون، لكن لما بتعمل فاول الحكم بيوقف. لكن عاوز ارجع للجون اللي دخل فينا، ممكن الجول اللي دخل فينا مره ثانيه عشان بتاعت هاني اللي انا قلت لك عليه، بتاعت هاني خطأين في خطأ. طيب ماشي، ودي مهمه قوي. ماشي هترجع كابتن عادل اهو. ماشي اهو يا كابتن اهو. يعني بص يا كابتن، اول حاجه دايما الاخطاء الاولانيه انا المفترض ما بتادي، لكن المفترض ان انا ما بحسبها. يعني ايه تحسبها خطا يعني؟ لا بحسبها خطا بيني وبين اللاعب، ولكن مش دي اللي بتنهي الموضوع. لان في خط بعديه وخط بعديه، دي مهم. فخلينا في وسط الملعب، الضغط كان مش حلو. ماشي. حتى ضغط ماشي 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 دكتور كده ماشي اهو. نقف بقى هنا. اول حاجه محمد وقفته اولا مد ظهره لمين؟ لكريم فؤاد، ومد وشه لهنا، وبعدين هو شايف ان هو عامل عمق. يعني هو انت عامل عمق، بدر بنول طلع على الكوره، انت عملت عمق ليه؟ انت عارف انت لو كنت طلعت وكريم فؤاد طلع كان دول راحوا اوف سايد. قلنا خلاص اوكي. الكوره لما اتعملت، انت واقف التكنيك بتاعك في الوقفه والنظره وحشه. الكره اتعملت مشى مشى، بس خلي بالك. لا قبل ما تمشي قبل ما تمشي خلينا هنا برضو. بص يا كابتن، نفس المشكله ناس بالظبط. برافو عليك. طبعا مش وحيد بس، وكريم فؤاد. ما احنا قلنا كريم. يعني بقول لك بص، حتى الحته دي لو اتلعبت يعني كمان هنا. انا عارف. انا بتكلم على انه هاني احنا بنعتبر ان هو تحمل الجزء الاكبر. بس كريم فؤاد من الاول لما ترجع بعد اذنك، رجع اللعبه كده عند اللاعب قبل ما يلعب الكره بوش رجله. كنت عايز اكمل فكره يا كابتن قبل ما تروح مني. فانا اللي انا اقصده ان كريم فؤاد كان لازم يبقى لتحت مع هاني. يعني يبقى الاخضر ده ضامم لجوه وهو في نقطه. يا كابتن عارف كريم فؤاد، بص هاتها تاني، هتلاقي يعني كريم فؤاد وبدر بنون. بص هو بص وحيد. بص فين كريم فؤاد؟ لا الطبيعي حاجه من اتنين زي ما عادل قال، يا اما هاني يطلع على خط الراجل ده عشان يكشفه الاوفسايد، يا اما كريم فؤاد كان لازم من قبل ما الراجل ده يلمس الكوره كان يبقى هو جوه. انا عايز اشوفها اوريك حاجه فيها كابتن اسامه. كابتن اسامه اوريك حاجه فيها مهمه قوي. الثلاثه واقفين صح، اللي واقف غلط هاني. هات الكوره هتلاقيهم قريبين من بعض. يعني مشى دكرور الكوره، مشى الدكرور الكوره دكرور مشيها اهو. كابتن عادل، لا بس وقفت برضو وحيد غلط. ايوه انا فاهم. بس على الاقل لو هاني كان طلع بسرعه. طب ده الخطا الاولاني نمشيها. الخطا الثاني مشيها دكرور بقى اخر حاجه مشيها. ماشي 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 اهو. المفروض تقف على رجلك تكمل جري. انت ليه عملت الريسك وانك تقع وتلعبها كده؟ يعني انت قلت حاجه من الحاجتين، افرض انت خبطت فيه كان برضو طرد، لانه اخر لعيب. يبقى انت تعمل ايه؟ تاخد سرعتك وما تاخدش الريسك ده وتحط جسمك. ويبقى في مصطفى لسه معاك، ولسه كريم ممكن يخش لجوه. يعني انت سلمت اللاعب لاخر حاجه، خليته ياخدك في ظهره ودي غلط، وعملتها وانت مش شايف ودي غلط. ما تعملش ريسك ورا، نو ريسك في الحته دي. في التلت الاولاني بتاعك ما تعملش ريسك خالص، ولا ريسك في الوقعه، ولا ريسك في اي حاجه. صح؟ بس احنا طبعا بس احنا برضو كلهم، لان الاثنين اللي على الاطراف طالعين بره ومخليين الفرويدين جوه. يعني مش بدر بنون وهاني بس، يعني حتى زي ما احنا قلنا محمود وحيد وكريم فؤاد لبره والناس جوه. نفس يعني الخطا بتاع الشرقيه اللي في الهدف الاول يا اسامه. ايوه بص يا كابتن علاء، الفرويد هو اللي اقرب للجول. دي بس هات لي برضو الجول من الاول. معلش انا احيانا بيهمني قوي التفاصيل الصغيره في بدايه الاخطاء، يعني في بدايه الجول. ماشي لحظه، بص الكره دي طيب ليه ماشي. لا 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 لا، وهو لعيب ايسترن بيلعبها بدماغه. نجيبها تاني، وهو لعيب ايسترن لما طلع بيلعبها بدماغه. مين اللي كان معاه؟ رامي وليد. مين؟ رامي كان لازم يطلع من على الارض مع اللعيب ده. طبعا يعني ما هي بص يعني ايمن الخطا ما انا قصدي البدايه. البدايه طبعا يطلع هو ما ينفعش كره رامي بصراحه. اخطا يبقى اللي وراه يصلح، اخطا اللي وراه يصلح، لكن هو الخطا اتركب من اول هنا لغايه لما وصل بالظبط. انا قصدي ان البدايه كانت من هنا. ماشي صح. يعني انت ممكن تمنحها من البدايه من نص ملعبك. ايوه ماشي ماشي. او من نص الملعب. بس وارد ان ده يحصل. وارد طبعا. بس انا بقول يعني مجموعه اخطاء. كره ضاله تيجي فيك هدف بالظبط. ما ينفعش يعني. بالظبط بالظبط. لازم يبقى التركيز على اعلى. يعني ما نستهزئ. هو بقى طبعا
مفيش استسلام في اي كوره. ايمن لما بعد اذنك رجعها قبل ما لا قبل ما الراجل ده يلمس. ماشي ارجع لا وكمان كمان 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 بص بقى اكتر أي. حاجه وكانت اصح حاجه ان هاني وبدر بالون يتقدموا شوية. يخلوا الناس دي كلها تطلع على خط كريم فؤاد. أي. كانوا كريم ومحمود لان محمود وكريم أيوة. على خط واحد. انا بتكلم عشان كريم اللي باين هنا. أي. كانت دي اصح حاجه. أي. بسرعه انا شايف شمالي ويميني روح واخد الديفنس وطالع لقدام قافل على كانت هيبقوا كاشفين الاوفسايد يعني. وانا افضل حاجه كمان يا كابتن اسامه لكن انا افضل حاجه كمان هو هاني برضو في المكان ده مش حافظه قوي قد بدر بنون. يعني انا دايما بقول ايه ان بدر يبقى هو اللي ما بيقابلش فاهم لا هي يعني حسب الوقفه كابتن انا عارف ان هي جت حسب ظروفها بس انا عشان لا. ايه ده مش مكان هاني فاهم فممكن يخطئ صح بس ممكن تحصل مع بدر برضو طبعا يا كابتن ايمن ما هو دلوقتي في الكوره انا اصدق طبعا ايمن ما بقاش في الكوره دلوقتي في قلب دفاع بيفضل يجري على الفيرويد ممكن الفيرويد ناحيه بدر بانون هياخده فناحيه ثانيه مظبوط يا كابتن انا بس بتكلم على ان هاني اصلا مش قلب دفاع ماشي بس ادى ماتشات كويسه انا عارف اكتر من مباراه انا عارف بس هو اصلا مش قلب دفاع انما هو بيأدي في المكان بس هو خلي بالك ما هي الاخطاء دي متكرره حتى في عدم وجود هاني في كذا مباراه يعني انت لو حسبت عدد الاهداف اللي دخلت فينا كنادي اهلي في الماتشات كلها بتاعه الدوري وافريقيا وكده يعتبر عدد الى حد ما كبير مش صغير كبير شويه يعني انا مش فاكر بس كانت الاحصائيه موجوده عدد الاهداف اللي دخل كان يعني اهو في الدوري اهو 11 والنهارده بقى 12 وغير كده كانت في افريقيا برضو عدد الاهداف كان كل ماتش تقريبا هدف في كل مباراه هي مش دي تعتبر كره تانية ايه يا كابتن يعني دي تعتبر الكره التانية في كل حاجه في الاولانيه ايوه متابعه ايوه اللي هي رامي كرة وبدر بنون أيوة. كرة تانية أيوة. وهاني كرة تانية ما هو أخطاء مركبة الكابتن أسامة قال كلمة مهمة قوي إنك لو طلعت بدري الكابتن علاء كمان قال لو طلع بدري تخلص كل ده أهو الملعب وطلعت بدري هتعمل المساحة اللي هي كانت كبيرة دي أيوة. اللي راح لها بدري بنون أيوة. لو كنت أنت احتلتها من الأول كانوا طلعوا الفراودة معاك لو ما طلعوش بقت أوف سايز أيوة. هي واقفة ونظر الكابتن جوهري زمان كان يقول لك الجيم رقبه بالنسبه للمدافعين انك تفضل تتلفت حواليك كده اما المدافع شوف محمد هاني في الكره دي كلمه الكابتن مارا مندي كمان برضو كابتن ماهر كان يقول كده ماهر لا حتى في الاستوديو اللي فات كان بيقول على طول كابتن ماهر كمان كابتن ماهر طول ما كان بيلعب تلاقيه عمال يبص حواليه وعمال يبص حواليه وتلمس ما شاء الله ده كان مكانه وتلمس اللي عايز كان عملاق في مكانه جدا تخيل حطوه كل في برنامج بيجي مظبوط اللي هو احسن لعيبه تمثيل منتخب مصر الكابتن هاني الكابتن ماهر همام كل الناس قالت عليه دي حقيقه صحيح. والله صحيح. طيب كابتن شريف اللي جاي ان شاء الله يوم الاحد يعني مش نادي الزمالك يوم الاحد مباراه مهمه جدا ليها برضو تهيئة من سامي للعيب إعداد نفسي وإعداد فني وبدني هيجي لك اللعيبة الدولية إضافة النهاردة الفريق أدى كان في روح جديدة اللي جاي إضافة هيتصرف إزاي كابتن سامي في ماتش الزمالك هيعظم الفرقة إزاي ما أنت عارف لا أنا عارف بس أنت لازم تقولها يكون عندك بعض الخبرات الاساسيه اللي عندك موجوده اللي هي في مباراه الاهلي والزمالك دي ليها خبره واسعه جدا خبره كبيره واخرهم الماتش اللي فات فشفنا حاجات جميله في المباراه شفنا اسيست بيتعمل ولا اعلى اسيست من الاسيستات اللي في العالم كلها اللي شفتها من سليه لمحمد شريف فشفت روح من لعيبه وتواجد واحساس بالمباراه في لعيبه معينه للمباريات دي في فرصه لسامي النهارده اتفرج على الفرقه كلها شايف النهارده في لعيب بيديله 40 دقيقه في لعيب بيديله 60 دقيقه في لعيبه دخلت اضافت كره عرضيه بهدف عنده سيناريو كامل غير طبعا الاهم حاجه اللي انتوا اتكلمتوا فيها المعسكر المعسكر ده التركيز في المباراه والاستعداد للمباراه والحوارات واكيد طبعا
كابتن خطيب هيبقى معاهم طبعا تاني وتالت وهيروح لهم وهيقعد معاهم وحاجات كلنا يمكن كلنا كمان نروح ونقعد نتكلم مع كل الناس وبنبقى واحده واحده في مباراه مهمه زي دي اللي هي اهم مباراه بتبقى في الموسم كله جماهيريا وبتحدد شكل بطوله كمان يعني. ف كابتن سامي بهدوء اللي هو بيتميز بيه الحقيقه والجهاز كله لعيبه كمان بالتركيز كله وبالثقه هما بيحسوا في اليوم ده ان عندهم ثقه كبيره قوي انه بيقدروا يأدوا ويدوا كل اللي عندهم والتوفيق ده من عند ربنا. فمش اكتر من عوده اللعيبه بتاعتنا بنشكر اللعيبه اللي شالت الفتره المباريتين دول اذا كان من الناشئين او مصطفى شوبير او 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 من الناس اللي كان ليها فرصه انهم يوصلوا بالفرقه ماتش في نهائي في بدايه كاس مصر ومباراه النهارده بثلاث نقاط بتحطك كمان المباراه اللي جايه تكسبك او تتعادل فيها ولا حاجه بتبقى انت الليدنج على بطوله الدوري العام وبترهق المنافس وعندك مباراة مؤجله ان شاء الله لو كسبتها تفرق باذن عندك الله عندك حاجات كتير وعندك شكل مرسوم بقى طريق النجاح انت كل مكسب عندك بيوصلك من نجاح لنجاح باذن الله. فهو الخطوط العريضه واضحه تركيز والشكل اللي هنلعب بيه بطريقه اعتقد انها هتبقى 4-2-3-1 برضو على ما اعتقد او لو سامي كان شايف شكل فتحي لو سليم عمدي فتحي وديانج مثلا وسوليه هل هيلعب بالثلاثه ولا اثنين منهم بس لعب باثنين منهم هل هيكون قفشه ليه دور ولا ملوش دور دي قصه بقى كلها مش هنقول الفرقه يعني أيوة. دي قصه سامي قمصان أيوة. اللي باذن الله هينتقي اكتر ناس بدنيا سلام في المباراه انت عايز اكتر ناس بدنيا في المباراه دي يكونوا واقفين على حيل أيوة. واللعيبه كلها اعتقد قماشه واحده يعني اللي بيدي 20 دقيقه اللي بيدي 30 دقيقه او اللي بيبتدي من المباراه فبالتوفيق باذن الله في نوصل لغايه يوم الاحد لعيبه سلام كلها باذن الله مركزين بيلعبوا ماتش عادي جدا هم الاميز فيه دايما يعني صحيح. طيب كابتن علاء يمكن كابتن سامي قال من ضمن تصريحاته في المؤتمر ان لكل مباراه ظروفها وطرق لعبها مش معنى كده ان هو ممكن يلعب بالاسلوب اللي لعب بيه النهارده او بالطريقه اللي لعب بيها النهارده مباراه الزمالك ولا انت شايف ان 4-2-3-1 هي الطريقه المناسبه اللي تناسب لعيبه النادي الاهلي هي الطريقه الامثل لعيبه النادي الاهلي واللي بيفضلوها لعيبه النادي الاهلي يعني بيفضلوا لعيبه النادي الاهلي يعني الطريقه الامثل واللي بيفضلوها لعيبه النادي الاهلي لعيبه مستريح في لعيب من بيلعب 4-2-3-1 يبقى هو نازل الملعب نفسيا مستريح بيبقى عايز يلعب بالطريقه دي عايز يبقى موجود في المكان ده يعني مثلا لو سالت محمد مجدي دايما الاستاذ بيتكلم عليه يقول لك 4-2-3-1 بالنسبه لمحمد مجدي كطريقه لعب ومناسبه وامكانيات محمد مجدي هي المناسبه ليه هو لما عشان هو سامي او اي مدير فني عارف امكانيات لعيبته والمكان اللي بيبدع فيه محمد مجدي 4-2-3-1 بيبدع فيها بامتياز كويس لما بيلعب رقم 10 هو حر في نص الملعب هو اللي بيمرر هو اللي بيشوط ممكن يحقق اهداف هو المسؤول عن الاداء بتاعك او شكل الاداء بتاعك او الترمومتر بتاع اللي هي بتاع الماتش بتاعك ده محمد مجدي انت كمدير فني الناس كلها موجوده الحمد لله النهارده مطمئن على كل الناس اللي موجوده لعيبه المنتخب لما رجعوا بس الوحيد هيبقى حمدي فتحي هو اللي لسه عليه كلام هل موجود ولا لا ممكن تبقى لو حمدي فتحي حتى مش جاهز تبقى بالنسبه لسامي حلت له مشكله اللي هي ايه 4-2-3-1 لان هو عنده ثلاثة في نص الملعب دايما جاهزين اكلمك فيها دي ما انا بقول لك ما عشان كده بقول لك بس هم لو جاهزين تغير الطريقه دي المشكله ايوه هي دي المشكله هل هي ترجع بقى المدير الفني في مدير فني ممكن يقول لك انا ممكن اضحي بواحد من الثلاثه اللي في نص الملعب عشان محمد مجدي بقى موجود واحد يقول لك لا طب انا ممكن العب 3-4-3 انا عايز اكلمك فيه هي 3-4-3 عايز يستفاد بكل امكانيات لعيبته خصوصا الحته الدفاعيه بتاعتك عايز تبقى نص الملعب وده الاهم في المباراه الكبيره دي ما تقيس النهارده المباراه خالص يا ايمن لا مش مقياس خالص مش مقياس النهارده مباراه عشان بس نتكلم عقلانيه مباراه في المتناول سهله الى ابعد الحدود هي بس اللي شدها او اللي خلى ليها اهميه الاحداث اللي كانت قبل المباراه لكن غير كده لا ولكن يحسب لعيبه النادي الاهلي النهارده الروح العاليه اللي قدموها في المباراه الموضوع ده منتهي انا معلش انا عندي رايي ايوه ما بحبش اقول الكلمه دي لعيب النادي الاهلي لازم يبقى عنده روح ايوه
ده الموضوع ده منتهي. اللي خلى المباراه النهارده فيها كلام كتير الاحداث اللي قبل المباراه، لكن هي كمباراه لو سالت اي حد فينا مباراه في المتناول. الفرق امكانيات كبير قوي ايمن على مستوى الجماعه، على مستوى الفردي، على مستوى الطموح نفسه، برغم الغيابات اللي عندك الكتير، برغم الغيابات كلها عندك فرقه كامله الحمد لله، وعندك الناس النهارده بدلاء حتى ما احتجتهم كانوا موجودين. صحيح. وفي ولاد صغيرين لو لعبوا كانوا يبقوا كويسين النهارده. مزبوط. المفهوم نفسه مختلف. انا قلت لك النهارده المشكله ما كانتش في المنافس، المشكله النهارده ان انت تلعب مباراه محتاج الثلاث نقاط بس. دي النهارده الحاجه الوحيده كانت مباراه. لكن كفرق امكانيات لا، ما انا ما عنديش قلق النهارده المباراه خالص. انا الكل اللي انا كنت عايزه النهارده عايز اكسب مباراه ثلاث نقاط امشي في طريق ان شاء الله طريق البطوله اللي انت دايما بتدور على بطوله الدوري العام. لكن مباراه قادمه حسابات مختلفه افراد مختلفه. كويس. هل هيكون فرق. عنده مشكله في اختيار الفرقه؟ لا مش هيكون عنده مشكله خالص، بس ممكن يكون عنده مشكله في اختيار الطريقه. اختيار الطريقه على حسب الافراد. انا بقول لك لو انا يعني مثلا لو حمدي فتحي مش موجود يوم الاحد هتبقى جات لي سامي كده بيقول على طبق من ذهب اللي هو 4-2-3-1. لو انت عايز تستفاد من وجود محمد مجدي وفي الماتشات دي بيبقى مؤثر قوي، بس لازم استفاد برضو من اخطاء الخصم. هو طبعا هو اكيد دارس نادي الزمالك. طب بص يا ايمن، هما الاثنين دارسين بعض كويس قوي، ودايما مباراه الاهلي والزمالك مدروسه كويس قوي، كتاب مفتوح زي ما احنا بنقول. لكن هي اللي بيفرق معاك اداء لعيبتك في اليوم ده. حلو. في لعيبه بتبقى رايحه مباراه الاهلي والزمالك فرحانه ليها رايحه. ايوه حلو، مباراه حلوه. مظبوط. انت رايح تلعب مباراه الاهلي والزمالك، دي مباراه يعني زمان كلنا انا كنت رايح مباراه ببقى في منتهى السعاده عشان انا بلعب فريق كبير، فريق قوي عايز يكسبني، مفيش حاجه دفاعيه، مباراه حلوه الناس كلها شايفاها، مباراه كره قدم تظهر فيها كويس قوي. أيوة. انت رايح المباراه دي زي ما بقول لك طريقه مختلفه، افكارك مختلفه. اللي كويس ان الحمد لله معظم لعيبتك 90% من قوام فرقتك موجود. أيوة. حمدي موجود، القرار هيرجع ليك، هل تستغل الثلاثه مع بعض ولا هل يبقى عندك ورقه بره رابحه لو عايز مجريات المباراه، محتاج تدعم دفاعك، محتاج يبقى تغير الشكل زي ما انت عايز. او هتلعب بالناس الموجوده اللي هي الناس اللي انت شايفها قدامك وبحد يعني بنسبه كبيره قوي بدنيا. أيوة. سلام. أيوة. يبقى هنا انت هتفضل ان حمدي ما يبداش. أيوة. لو بدنيا حمدي مش سليم، انت المباراه دي عايز تبقى بدنيا كويس قوي، فنيا كويس. طيب. الشكل العام بتاعك او المحور ادائك بتاعك كله موجود، فده ده اللي انا بشوفه. لكن انت شكلك او شكل فرقتك مطمئن جدا الحمد لله، المعنويات اللي هي مرتفعه جدا. مباراه الزمالك مباراه لوحدها، يعني مباراه دوري بس بطوله لوحدها. انت لو استعملت كل اسلحتك، لا مع احترامي لكل الفرق، انت اقوى بكتير جدا 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 لما بتبقى بس في يومك العادي ان شاء الله. صح. طيب كابتن اسامه، لو اتكلمنا عن فريق الزمالك ونحللها فنيا بدايه من حارس المرمى لحد قدام، يمكن انت وكابتن عادل كنت عايز اكلمكم في نقطه مهمه جدا جدا. نادي الزمالك مش في افضل حالاته الفتره الاخيره. مظبوط. صحيح. فنادي الزمالك هل المباراه دي مباراه الاهلي والزمالك بتتاثر بما قبل المباراه، يعني الحاله الفنيه اللي عليها نادي الاهلي قبل المباراه او الحاله الفنيه والبدنيه اللي عليها نادي الزمالك قبل المباراه ما بتتاثر؟ لا انا ما إيه؟ انا ضد كده. طب هي القاعده ان هي الحاله الفنيه والبدنيه للفرقه الجاهزه اللي قبل المباراه هي القاعده، يبقى هو اللي بيجي في المباراه. لكن في استثناءات، ان الفرقه اللي هي حالتها مش كويسة قوي قبل المباراة أو عندها بعض الغيابات للإصابة أو ظروفها صعبة أو تغيير مدرب أو أيا كان، يعني من سبب من أسباب القصور، ونتفاجئ بيها إن هي الأفضل في اللقاء واللي هي اللي كسبت. لكن القاعدة هتفضل في العالم كله في كرة القدم في أي حتة، الأجهز والأصح واللي انت شايفه صح قبل المباراه هو غالبا او بنسبه 80% 90% هو اللي بيحصل. طب انا هفكرك بفتره. اتفضل. الفتره اللي كان فيها الجيل اللي هو بتاع، طبعا احنا مش هتكلم على ايامنا، انا هتكلم على الجيل الاخير اللي او اللي قبل الاخير. الجيل اللي كان فيه ابو تريكه وعماد متعب وبركات وبتاع، احنا في ماتشات الاهلي والزمالك قبل الماتش احنا قاعدين متاكدين الاهلي كسبان. ايوه. ما كانش عندنا ادنى شك. مظبوط. والاهلي بينزل يكسب بكل اريحيه، وكنا بنكسب بسكور كمان. أيوة. يعني 3-4 احيانا في ماتشات، يعني نادرا ما حصلت مفاجاه والزمالك كسب. أيوة. مثلا كل 8 ماتشات ولا 9 ماتشات يكسب. فدي تقصدك برضو حاله ما قبل المباراه تدي انطباع طبيعي، ده مفروض.
في كرة القدم كده، لكن في استثناءات حصلت في ماتشات الاهلي والزمالك احنا كنا افضل قبل اللقاء وهم كسبوا، وفي ماتشات هم كانوا افضل قبل اللقاء، يعني الحالة اللي هي اخر 3 4 5 ماتشات مثلا، او متقدمين في الدوري، او الحالة مستقرة او كذا، او في الماتش نفسه، او في الماتش نفسه بقى، او حتى احيانا في الماتش نفسه احنا بنبقى احسن وهم كسبوا، او هم كانوا احسن واحنا كسبنا. لكن القاعدة الافضل غالبا بيكسب. انت كسبت ماتش وكنت الاحسن هكذا، وانت خلصت الماتش في اخر بتاع 92 في ماتشات وفي ماتشات العكس، يعني في ماتش انا فاكره كنت لسه بتفرج عليه في شفر، خدوا فيه هم الدوري، كان لازم احنا نكسب 2-2 كنا افضل منهم بكتير. مظبوط، انا فاكر الماتش ده وكورش وكابتن فاروق وكابتن وانا ايوه، ده كان نهايه جيت جول بدماغك تقريبا. ايوه 2-2 انا جيت بعديه على طول جول في اخر ثانيه وجبته الكاس بعد كده كابتن علي. 2-2 ايوه، فاحيانا بتحصل يعني. صحيح. طيب نتكلم بقى على حراسه المرمى وخط دفاع نادي الزمالك. حراسه المرمى طبعا غالبا بيبقى ابو جبل بيقول تقريبا يعني غالبا هو طبعا الجون الثاني برده محمد عواد، محمد عواد جون كويس طبعا، بس غالبا ابو جبل هو اللي هيقف. هم عندهم اتنين في قلب الدفاع اللي هو الونش وغالبا محمود علاء، واحيانا لا محمود علاء مش هيلعب ماشي ده لانه موقوف، يبقى مع عبد الغني، هو هيبقى هيلعب عبد الغني هو اللي بيلعب الفتره الاخيره برده دي ما فيهاش كلام. عندهم مشكله بس بقى دايما بيبقى في عدم تفاهم بين عبد الغني والونش ما ماشي في بس في الحته دي بس هو غالبا هيخاف يجازف باللعيب الصغير اللي هو لعب في الماتش الاخير صعب يجازف بيه، فغالبا هيلعب عبد الغني والونش. عندك الباكين عندهم مشكله عنده مشكله في الرايت باك في الظهير الايمن وفي لان حمزه مش جاهز لحد دلوقتي وحتى حازم وحازم مشكلة. عنده شد ايوه ففي مشكله برضو دي عنده مشكله فيها. هو لاعب ولد صغير الماتش اللي انت فات انت قصدك على حسام مش كده؟ حسام عبد نجيد ايوه اللي هو الباك رايت، فبرضو دي مجازفه هل هيعمل كده ولا لا؟ هيحسبها 100 حساب. عندهم ناحيه الشمال ما هو لحظه واحده ما هو هيحسبها 100 حساب ازاي؟ هيغير في الطريقه؟ ما هو مفيش قدامه غير حسام. لا لا ممكن ازاي؟ ممكن احيانا خلي بالك احيانا بتفكر في سيرد باك يلعب باك رايت، احيانا تجيب امام عاشور يلعبه باك رايت ممكن جدا. مع انت 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 المدير الفني بيبقى كل مدير فني له حسابات مختلفه عن الاخر. ممكن جدا يفكر في امام عاشور باك رايت لو حس ان طارق حامد وهو بيحب يلعب رؤى في نص الملعب مثلا، هو بيحب خلي بالك على حساب نص الملعب، لان اصلا طارق حامد بيتجهز بره لان هو كان مصاب ماشي وهيجي يوم الماتش الصبح، فاستحاله انه يتحط في القايمه يوم الماتش الصبح استحاله. ما احنا مش عارفين حالته ايه ولا عارفين ظروفه ايه، فانا ما اقدرش ااكد كده او لا. احيانا عندك لعيب اساسي وبقى سليم كسليم كاصابه 100% حتى لو ما لعبش قبلها ماتش او ماتشين تلعب. لحظه، لو هو تحت عيني ماشي انما هو بره ماشي وهيجي يوم 19 من السفر، حتى لو جاهز انا كمدير فني هلعبه ممكن على السمع ممكن في مديرين فنيين بيعملوا كده. طب انا هقول لك حاجه. مره هولمان كنا بنتعاقد مع مجدي طلبه، كان جاي من الاحتراف خلاص ما اتمرنش معانا ولا تمرين ولا حضر ثانيه، كنا هنلعب المحل. مجدي طلبه جه من الطياره على المعسكر ولقيناه بادئ بيه الماتش الصبح لعب بيه وما يعرفوش يعني هو شافه في شريطين ثلاثه ابتدى بيه. فانا ما اقدرش اخش جوه دماغه بالظبط في مدرب لو لقى انا علاء مايوب مهم جدا بالنسبه لي او شريف عبد المنعم او عادل وجهز بقى يعني بدن يعني اقصد بقى سليم وكده ممكن العبه اخد منه حتى 60 دقيقه مع راي يعني ما اقدرش انا اجزم بيها دي. لكن انا بقول لك افكار ممكن جدا يلعب امام عاشور باك رايت لو لا انت فاهم، بس لو طارق حامد مش موجود صعب انه يلعب امام عاشور باك رايت ماشي طبعا لانه غالبا لان امام طبعا رؤى اللي بيلعب الفتره الاخيره وكان جنبه امام عاشور. امام عنده قوة في نص الملعب وجلد وعين بيطلع بيتقدم بيشوط من على 18 بيشوط كويس بالشمال واليمين. رؤى يعني حركته أبطأ عنده
تمريرات قطريه كويسه، بيلعب بيعمل الطويل، لكن ما عندوش الالتحامات والاشتراكات الجاميه. ايوه بالظبط، مش طبيعه لعبه يعني. عنده الباك ليفت دلوقتي احيانا بيلعب عبد الشافي، وقدامه كجناح عبد الله. هل بقى ممكن يبدا بعبد الله بس؟ هل ممكن يبدا على عبد الشافي بس؟ لان ابو الفتوح طبعا مصاب. ما هو برضو خلي بالك هيكون دي حسابات للماتش ده. ما ماشي، ما انا بقول لك، انا عشان كده انا بقول لك هو المدير الفني فييرا هيبقى ليه حسابات. انت بتقدر من وجهه نظرك انت كمدرب بتواجهه، لكن هو ممكن يكون ليه حاجات افكار يفاجئك بحاجه حاجتين في الماتش. ممكن مثلا يبدا لك بفتوح لو جاهز. ماشي، ما هو نفس اللي قلته على صالح حامد. ممكن جدا لو فتوح ده بقى سليم وحتى لو بقاله فتره يقول لك ده خبرته، وقدامه عبد الله برضه خبرته كبيره بتاع، فاهم؟ فاحنا قلنا في نص الملعب يا اما هيلاعب طارق لو جاهز وعندك رؤى، او يلعب امام عاشور ورؤى. عنده الرباعي الامامي، ما احنا بقى هندي الكابتن عادل شويه يعني. ماشي ماشي كابتن عادل، نتكلم بقى عن نص الملعب والمجموعه اللي قدام. يعني هو الكابتن اسامه غطى الحته دي كلها. بس هو الاستراتيجيه بتاعه المدرب هيعمل ايه وهو عايز ايه من المباراه. احيانا فرقه بتبقى زي ما الكابتن اسامه قال لك، انا بتبقى الفرقه مثلا ماشيه كويس قبل ماتش الزمالك، بس الناس كلها كانت تقول لك ان ماتش الزمالك ده حاجه مختلفه عن المباريات كلها. لكن انا بقول لك حاجه مهمه دلوقتي، هو مدرب الزمالك عايز ايه؟ هل عايز يكسب المباراه؟ هل عايز يتعادل في المباراه؟ اصله في عنده مشكله، مشكلته ان هو يعني نتائجه مش كويسه في الفتره اللي فاتت يعني، وعنده مشاكل فنيه. اتكلمته على اكتر من لعيب مصاب يرجع يلعب. ما افتكرش انه يستحمل اتنين يعمل فيهم ريسك، لا طارق حامد لا فتوح. لكن لو لعب بالاثنين ممكن يلعب بيهم خالص كمان. ممكن يعني انا اعتقادي ان هم يعني بره. لكن الحته الاماميه نادي الزمالك اميز حاجه عنده السنين اللي فاتت الحته الاماميه. مزبوط. مترخصه في بن شرقي وزيزو. ليه؟ عشان سرعتهم فقط لا غير. بياخدوا الكره وبيروحوا الحته الثانيه، بينقلوا الفرقه من هنا لهنا. مشكله نادي الزمالك انه كان بيتضغط طول الوقت، وما فيش حد بيسحبه لقدام، بيطلع بهجمه منظمه. لكن دلوقتي بن شرقي وزيزو عندهم سرعات، دريبل كويس، ممكن بيروح. بن شرقي بيروح للجول كمان وبيعرف يجيب جول. لا وزيزو يعني كمان يعني زيزو ده من افضل اللعيبه في الوقت الحالي مصر. في مصر دي حقيقه يعني، مهاره قوه سرعه. وبن شرقي طبعا لعيب محترف، ولكن الامر هنا بيتلخص في ايه؟ مين اللي هيساعدك؟ ايوه، وانت هتعرف تعمل له ايه؟ يعني انت مثلا بن شرقي، يمكن انا فاكر مباراه من المباريات اهلي وزمالك اخطا فيها فايلر اللي فضل الناحيه اليمين لبن شرقي، اللي حط فيها قفشه لعب طرف يمين ورا محمد هاني لو فاكر ماتش 3-1 استغل بن شرقي سرعاته واحد ضد واحد. فانت مش عايز بن شرقي تعمل له يعمل واحد ضد واحد دي خالص، دي اتمنى ان هو ما يعملهاش. اوباما كمان اوباما، لكن بن شرقي وزيزو لازم واحد وسبورت وراه كابتن شريف لازم، لان عشان سرعه. لكن اوباما ممكن يرقص يرجع تاني، ترجع له تاني. ما عندوش سرعه، لكن زيزو غالبا كمان بيلعب تحت الفرق. فاوباما محطه ممكن يعمل باص تحت عمر السعيد كده، لكن خطر عمر السعيد هيجري وهيخبط ويعمل. ما بيقلقنيش انا، اللي بيقلقوني اللي على الطرف. اول واحد بياخد الكره لازم يعني، انا بقول في طريقه لعبنا لازم نعمل حساب لما بعد تعديه الطرف. ايوه دي المهمه عندنا. لو عملناها اقدر اقول لك مش تبقى في خطوره للزمالك خالص. يعني اللي هو ايه، الطرف اليمين والطرف الشمال ازاي انا هخش ومين اللي هيبقى السبورت بتاعي، لان احتماليه بيروحوا كتير. حتى لو شفت الجون الثاني في المباراه اللي انا بقول لك عليها. ايوه هم عندهم خطوره فعلا في الحته الاماميه. ممكن يفاجئك بشيكابالا، ممكن يلعب من اول المباراه، لا يفاجئك بيه. انت عارف نادي الزمالك في اي وقت اللعيبه الكبار لما بيصمموا يلعبوا، ولكن في اخر الامر انت لازم تخاف من الجزء الامامي من نادي الزمالك. الجزء بتاع نص الملعب في الوقت الحالي والمدافعين حاجه، والنص الامامي الجزء الامامي من نادي الزمالك حاجه. يمكن الجزء الامامي من نادي الزمالك من افضل المجموعه في مصر في الوقت الحالي. ما هو والنادي الاهلي
وبيراميدز مثلا عندهم برضو لعيبه كويسه، لكن الرباعي ده او ساعات بيلعبوه ثلاثي بيبقوا خطار جدا. صحيح. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله، بدايه من مباراه الزمالك. هنروح لفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك يا كابتن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كالعاده، كابتن شريف منورنا النهارده. نور يا كابتن. كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه وكابتن عادل. اه كابتن ناصر. مبروك للنادي الاهلي كابتن على الفوز وعلى الاداء وعلى المتعه، يعني النهارده احنا استمتعنا بامانه اداء فتره احنا ما شفناهوش. وروح. ودي كانت الميزه النهارده، كان في روح وكان في حماس، كل اللعيبه بصراحه 11 لاعب اللي نزلوا مش مجامله. عدوا مباراه كويسه جدا، وفرقه بردك ايسترن عملت مباراه كويسه، فاستمتعنا بشكل كبير من المباراه. كتحكيم يعني قلنا في بعض الايجابيات طبعا وفي بعض السلبيات طبعا هنشوفها من خلال الحالات التحكيميه. طاقم التحكيم النهارده كان موجود معانا الحكم الدولي ابراهيم نور الدين، الحكم المساعد المتميز، وهو المتميز ليه؟ سمير جمال، يعني صراحه النهارده عنده اختبارات يا كابتن علاء كبيره جدا، واحمد توفيق طبعا طلب، واحمد ناجي حكم رابع، كان على تقنيه الفار وائل فرحان وشريف عبد المنعم. شريف النهارده كان موجود، ووائل فرحان كان الحكم اللي هو الفار كابتن علاء. نروح للحاله الاولى سريعا عشان عندنا النهارده حالات كتيره يمكن انا قللتهم. نشوف الحاله الاولى. بنتكلم على التميز، والتميز دايما بياتي من الحالات الصعبه كابتن عادل، الحالات الصعبه التحكيميه. هنروح نشوف الهدف دوت هو للنادي الاهلي، ونشوف تمركز ستوب كابتن دكروري زي ما انت كده معايا كده هنقف. انا النهارده يعني بنكلم المساعدين، هذه كره متحركه، وبنشوف هنا نمره واحد كابتن اسامه تمركز الحكم المساعد. احنا قلنا تمركز بقرار صحيح الحاله 10-10، انما تمركز خاطئ وحتى لو انت جبت الحاله بشكل صحيح احنا بيبقى يعني احنا مش بنثق في الحكم المساعد. لكن هنا التمركز لسمير جمال، شوف لحظه اللعب او التمرير او اللمس، وهنا هنشوف ان اخر لاعب لا تاني ده كله هنرجع تاني معلش عشان خاطر هنرجع بس ايوه تمام كده، اخر لاعب من استرن هناك كابتن عادل كابتن علاء كابتن اسامه هو هنا المغطي بالقدم، وبالتالي هنا حاله من الحالات الصعبه جدا يمر بيها اللاعب نادي الاهلي، وهنا طبعا تميز لسمير جمال. خلي بالك سمير جمال حاول حاجه جميله جدا، عمري ابدا ما كان هناك في فار بيراجع حاله ويكون سمير جمال موجود وانا بشك، دايما ببقى همشي معاه، وبالفعل النهارده دي كانت اول حاله تميز. وهنا الفار، شوف الفار هنا تمام، نشوف الحاله واضحه جدا وهنا اخر لاعب من استرين كان مغطي، وبالتالي هنا هدف صحيح وتميز للحكم المساعد رقم واحد. الحاله الثانيه يا فندم، الحاله الثانيه ونشوف هنا اللعبه ركله الجزاء. هو هنا نمره واحد هقف، وقلنا للحكام دايما قبل ما نشوف الحاله يا كابتن هقف هشوف هرجع تاني دكتور معلش نشوف تمركز الحكم ونشوف عنده هو هنا هل في قراءه لهذه الحاله وهل عنده توقع ولا لا. نشوف يا ريت ايوه ستوب بس هو هنا شوف خد الزاويه دي زي كابتن هو هنا جه وقرب عشان يشوف. السؤال لو هو كان هنا مثلا صعب صح طبعا لو كان هنا صعب، ولكن هو كان محظوظ ليه؟ هو كان موجود في المكان اصلا. خلي بالك احيانا الحكم محظوظ بيبقى في المكان ذات نفسه اللي بيحصل فيه كابتن اسامه الحدث، واحيانا بيبقى بعيد، هنا بتبقى محتاجه قراءه، واحيانا الحظ بيخدم الحكم كابتن عادل لما بيكون هنا. هو طبعا ابراهيم كان هنا، ونشوف هنا هل في مخالفه باهمال من لاعب استرن المدافع. نشوف هنا هنشوف القدم او الركبه اللي هي اليسرى، نشوف الركبه هنا تمام، وهنا العرقله واضحه جدا وركله جزاء طبعا باهمال وقرار صحيح للحكم. هنا نشوف هنا تاني هنا هي الركبه لما بتتحط هنا في الركبه المخالفه موجوده وركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. دي الحاله اللي احنا بنقول عليها كان الحكم هنا كان تمركزه جيد. يلا خلينا نروح ل ستوب. طب ده كله انت جميل جدا اللي جبت لي اثناء التنفيذ. هنقف. شوف كابتن هنا بنتكلم على حارس المرمى الاول، هل
تحرك حارس المرمى، يعتقد ان هو موقفه كان سليم، ولكن هنا بنشوف هنا اللاعب هنا يسلم، ده واحد دخل وهنا دخل تمام، ولاعب النادي الاهلي هنا دخل. خلينا نتكلم في القانون، هو الحكم حسب والدخول، والدخول يعني بص هنا ادي واحد ده كروري، بص ادي اثنين، ادي ثلاثة، وهنا ادي أربعة، وهنا ادي خمسة ستة. هنا بنقول ايه يا كابتن؟ ايه الدخول مش فجأة قوي يا كابتن ايمن، يعني الدخول مش مثلا اللعيبه دخلت كلها قربت عند نقطه ركله الجزاء، ولكن طالما هي مش مؤثر قوي هو هنا حسب، ولكن الافضل من فضلك جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء اثناء التنفيذ. نروح للحاله اللي بعد كده، دي الحاله حاله من الحالات الصعبه جدا جدا جدا، ونشوف هنا من الذي لعب الكره او نجح في لعب الكره. شوف هنا في اعتراض من لاعبي استرين على مطالبه بركله الجزاء. الاول هنشوف الاول ده كروي، مين اللي لعب الكوره؟ مين اللي لعب الكوره يا كابتن علاء؟ محمد هاني. لا هنرجع تاني بس كابتن علاء، نرجع او بالراحه بس رامي اللي وعلا لعب الكوره، لاعب استرين هنا لاعب استرين كان كامبري دي كوره كان وكان المفروض يبقى ركله مرمى. هو هنا ابراهيم ادى ركنيه، لا ابراهيم هنا لو انت هتحسب يبقى هنا ركله مرمى، لان اخر من لعب الكوره هو مين؟ لاعب استرين اللي هو لعب الكوره ونجح في اللعبه. طيب نشوف هنا كابتن ايمن، عندي ثلاث زوايا دكروري، ادي واحد. نشوف هنا هل الكره خرجت ميدان اللعب؟ سؤال بس. لان هسال سؤال ثاني. يعني بعد ما طلعت يعني تمام تلقى. نرجع ثاني دكروري ماشي. انا بربط هنا اللعبه ديت بايه؟ لو اللعبه ديت الكره هنا خارج ميدان اللعب وفي مخالفه، احنا بنقول المخالفه تحتسب عندما ايه؟ تكون الكره في اللعب. مظبوط، ولكن هنا الكره كانت ما زالت داخل ميدان اللعب، فتحتسب ايه؟ داخل ميدان اللعب، وبالتالي لو في مخالفه تبقى تحتسب المخالفه. نشوف هنا بقى هل في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا التفاصيل الصغيره، يمكن اعتقد ان هنا الحكم يمكن ما قدرش يوضح قوي قوي، ولكن كان عندنا زاويه الاخرانيه هنا. نشوف هنا، نشوف هنا تاني ذكروني اخر حاجه من الزاويه الخلفيه اللي هي من ورا من الشبكه من ورا. نشوف هنا، هنا دوس على الرجل، هنا في دوس والرجل هنا محمد هاني باينه واضحه جدا جدا، ولكن طبعا هنا التفاصيل الصغيره الحكم ما يشوفهاش. التفاصيل دي كابتن علاء كابتن اسامه الحكم في ميدان ما يشوفهاش، ولكن هنا الفار طبعا دور الفار هنا عمل تمرير للقرار، وبالتالي هنا المشى مع قرار الحكم، ولكن هنا المخالفه مع هاني هنا موجوده في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده نشوف هنا الحاله اللي جايه، وهنا استخدام الذراع، وقلنا دايما هنا انا عندي هنا حكم رابع واحد اللي هو احمد ناجي. هو انت احمد ناجي جاي ليه؟ سؤال، احمد ناجي جاي في الحالات دي يا كابتن ليه؟ هنا المخالفه يمكن ما تبانش اول حكم مباراه، ولكن هنا عندنا الحكم المساعد هنا. شوف هنا استخدام الذراع موجود وواضح جدا جدا في لاعب النادي الاهلي. نشوف هنا استخدام الذراع، وهنا بنقول هنا الخطا بتهور مش هو كارت احمر، ولكن كان يجب على الحكم الرابع هنا الاشاره للحكم بان هنا في بطاقه صفراء، ولكن للاسف هنا احتسب المخالفه بدون اشهار البطاقه الصفراء. الحاله اللي بعد كده، حاله برضك برجع تاني سمير جمال المتميز، هو نجم المباراه النهارده كابتن عادل، كابتن شريف، كابتن ايمن، نجم المباراه صحيح سمير جمال بحقيقة بامانه. نشوف الحاله بس تمام ده كله كده. نقف هنا كابتن بيقول هنا التسديد على المرمى لو ارتدت من القائم معايا او الحارس او من اي حد، هنا عندنا هنا لاعب هنا تسعه سابق اثنين لعيبه متسلمين، ودي لاعب هنا سابق، ودي لاعب هنا سابق، ثلاثه لعيب اي لاعب من الثلاثه دول يا كابتن، اي لاعب هيكمل اوفسايد هنا. سمير ربط كويس قوي قوي قوي، خلي بالك لعبه مركبه، لاحظ التسديد هو خد واحد اثنين ثلاثه خدهم، اذا اي حد هنا حتى الفار هنا بياكد على القرار الثلاثه هنا في تسلل. نشوف بقى اللعبه ديت لعبه مهمه جدا جدا، وبحيي طبعا فيها حارس المرمى مصطفى شبير اللي كان عنده رد فعل سريع جدا جدا في هذه الحاله، يعني وربنا كلل جهوده بالخير، يعني سبحان الله ولما صدها هنا كان تسلل، وتسلل هنا من سمير جمال تسلل واضح. يلا الحاله اللي بعد كده نشوف هنا الحاله اللي جايه، ونشوف هنا ايضا حاله من الحالات المهمه، ونشوف هل في تسلل ايضا عند سمير جمال يا كابتن. نشوف كم حاله عند سمير، هنا بنلاحظ ان اللاعب الاهلي هنا مغطي، وبالتالي لا وجود للتسلل، وبالتالي هنا هدف صحيح. الحاله اللي بعد كده
تمام، والفار هنا كان اكد على قرار سمير جمال. وتمركز رائع يا سمير، برافو عليك النهارده، ماتش النهارده مهم جدا، حاله من الحالات المهمه جدا جدا. نشوف، خليني اقول لك، كتير من الحكام هيحسب وكتير من الحكام هيلغي، لعبه تحيرك. بس في الدوري الانجليزي يا كابتن انا بتكلم هذه الالعاب جول. أيوة. جول ليه؟ هو بيسمح بالاحتكاك وانت طالع. أيوة. اكيد بيبقى في تلامس مع الحارس، ولكن هنا بنشوف هنا هل في مخالفه من رامي ربيعه. بنشوف هنا في البدايه، انا يعني مش عاوز اظلم الحكم ولا الفار، ولكن هنا بنشوف هل هنا الزقه بتاعت رامي ديت كابتن عادل بتمنع حارس المرمى من الصعود او من الطلوع كابتن اسامه؟ نشوف هنا، وبعدين رامي طلع ارتقى، يعني هنمشي مع قرار الحكم ونقول ان القرارات التحكيميه ما اثرتش في نتيجه المباراه بشكل عام، هم ادوا بشكل كويس. نتيجه المباراه كانت نتيجه مريحه كل في هذه المباراه، تمام. يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق للحكام في الفتره القادمه. شكرا كابتن علي. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. شكرا. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وايسترن كامباني في لقاء مؤجل من الاسبوع الرابع عشر للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهى بفوز النادي الاهلي 4-1 عن جداره واستحقاق. الف مبروك والتوفيق للنادي الاهلي المباراه القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، قبل ما اشكرك نجم المباراه. نجم مباراك الروح. الروح. نجم المباراه الروح. شكرا كابتن شريف. بشكرك ومبروك الفوز والاداء المختلف يعني. الحمد لله. كابتن اسامه. هي محيرة النهاردة. لكن أنا شايف رامي ربيعة كان أدى بشكل كويس، مصطفى شوبير أدى بشكل كويس، فيعني بينهم يعني. أشكرك يا كابتن أسامة. الله يخليك. كابتن علاء. إيه؟ هتبارك لي ولا ما مش يعني مش عارف يعني مش هي فعلا محيرة زي ما أبو أسامة بيقول. محيرة شوية؟ جدا طبعا. لكن لا لا، يحسب النهاردة نجم المباراه النهارده نروح لعيبه النادي الاهلي. صحيح. وسامي قمصان. سامي قمصان انا عجبني. صحيح. سامي النهارده يعني كابتن عادل. شكرا كابتن عادل. الف شكر. يعني احنا محتاجين ندعم لاعبتنا كويس، انا مع الكباتن، ولكن انا شايف ان كويس ان يبقى مصطفى شوبير ياخد الثقه، هو كان افضل لاعب النهارده مصطفى شوبير باذن الله رب. متشكرين كابتن عادل، الف الف شكر. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.